ناخد بكره بس الساعه 12 ماشي. والنهارده ممكن نطول سنه او بكره يعني ماشي. المهم لازم نخلص. عايز انا كنت عايز اخلص شيست الاسبوع ده. خلاص احنا نتناول النهارده خلاص يلا ماشي. بكره بكره عندنا الساعه 2 الدرس. المره فاتت خدنا برونك الازمه خلصنا برونك الازمه ما عدا الاكيوت سيفير ازمه. قلنا بقى بلاش لا 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 بلاش بلاش سجل يا عم. انا مش بسجل الحاجات دي عندي والله. بسجل بتاعتك انت بتسجل ولا ايه؟ الالم والله. بص بقى يا جماعه في الم صوت واحد بيسجل واحد بيسجل. العب. بصوا بقى يا جماعه النهارده البرونك الازمه ما بتجيش في الامتحانات قوي او بتيجي بس مش مهم قوي. المهم قوي هو الاكيوت سيفير ازمه اللي هي اللي احنا ما شرحناهاش اصلا المره اللي فاتت. معلش الاكيوت سيفير ازمه يعني ايه اكيوت سيفير ازمه؟ هي ازمه هتفيلد تو ريسول يعني هي ما بتتصلحش باي ميديكيشن. كانوا زمان كانوا بيقول لك الاكيوت سيفير ازمه هي ازمه ما بتتصلحش بالدواء لمده 24 ساعه. فطبعا الديفينيشن ده خلاص اتلغى. ليه اتلغى؟ لان مش هسيب العيان يقعد يقوح مع نفسه لمده 24 ساعه عشان اعامله ان هو عنده اكيوت سيفير ازمه. بس ده كان الديفينيشن زمان وانا كاتب الكلام ده. حاليا هي ازمه ما بتتصلحش بالعلاج الميديكيشن العادي بتاع العيان اللي هو اللي احنا قلنا الحصه اللي فاتت. ما تصلحش هو هيقعد على طول يبقى اكيوت سيفير ازمه 24 ساعه في ازمه ما يموت. لا مش في ازمه يعني خد الدواء ما اتحسنش ويقعد بقى اليوم كله حاسس بضيق في النفس. انت واخد بالك؟ هي ده كان المقصود بيها. فكان في ناس طبعا ممكن تخش في كاردك ارست او ناس فعلا هتموت بسبب الموضوع ده. فدلوقتي هي ازمه ما بتتصلحش بالعلاج. البرونكاي ما بتفكش بالعلاج يبقى ده اللي اسمه اكيوت سيفير ازمه. انتوا واخدين بالكم؟ طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان في المرحله دي بقى؟ هيبقى في سيمتومز وهيبقى في ساينز. السيمتومز بتاعت الاكيوت سيفير ازمه عشان ما تنساش ابدا هي اي بي سي دي. الايه اللي هي ايه طبعا؟ انكزايتي. خلاص تخيل واحد مش قادر ياخد نفسه فطبعا بيندنج ريس يعني خلاص بيحس ان العمليه قربت قوي. البي طبعا هتبقى بريسلسنس اللي هي ديزنيا يعني بس عشان تمشي سيمتومز وعشان كمان تمشي بالاي بي سي دي. السي اللي هي ايه يا جماعه؟ طبعا السويتنج هيبقى يعرق لان السمباثيك عنده طبعا بيبقى بينفعل بشده وبيبقى طبعا التوتر اللي بيبقى عنده فهيبقى عرقان شويه. الدي من الحاجات المهمه جدا اللي هو ديفيكالتي ايه يا جماعه؟ ما بيقدرش يتكلم الجمله في نفس واحد، يعني حتى تقول له انت اسمك ايه هو مش قادر ياخد نفسه اصلا. فما يقدرش يكمل حتى الكلمه في نفس واحد او الجمله في نفس واحد، تلاقيه مش قادر ايه يا جماعه؟ يكلمك او بياخد نفسه. وعلى فكره الكلمه دي مهمه جدا حته النفس والكلام. يعني واحنا قلنا الكلام ده على فكره في الكارديولوجي، في عيان الهارت فيلير بالذات، قلت لك عيان الضغط لما امتى تشك ان هو داخل في هارت فيلير؟ قلت لك لما يبدا ينهب ولما يبدا وهو بيكلمك حتى وانت بتتكلم مع الدكتور الشاطر وانت بتتكلم مع عيان انت ممكن تعرف هو عنده هارت فيلير ولا لا. تلاقيه هو بيكلمك مش قادر بياخد نفسه كل شويه. انتوا واخدين بالكم؟ اول ما العلامه دي تبان على عيان الضغط على طول يبقى لازم يشوف ايه يا جماعه؟ مرجوم تطمن على قلبك. هنا برده في البرونكيال ازمه هو مش هيقدر طبعا بتبقى بصوره اكثر ايه يا جماعه؟ عنفا من الهارت فيلير طبعا. هنا مفيش اكسجين خالص وبالتالي مش قادر ايه؟ يتكلم الجمله في نفس واحد. المهم ده كده اللي هو السيمبتومز اللي هي اي بي سي دي. ندخل بعد كده بقى طب ايه هي الساينز؟ وعلى فكره الحته دي مهمه جدا. خدوا بالكم ان انا كاتبها ممكن باسلوب بوست جراديوت شويه. فعشان كده هنحاول نبسطها الى حد ما. وخدوا بالكم انا كاتبها باسلوب بوست جراديوت ازاي؟ انا بتعامل قسمت الاكيوت سيفير ازمه الى ايه؟ حاجه اسمها اكيوت سيفير ازمه، حاجه اسمها لايف ثريتنينج ازمه، حاجه اسمها نير فيتال ازمه. انتوا واخدين بالكم؟ الثلاثه دول مع بعض يعاملوا معامله الاكيوت سيفير ازمه اللي بتجيلك في الامتحان. لان بالنسبه للبري جراديوت ما بيقسمهاش كده، هو كله على بعضه اسمها اكيوت ايه يا جماعه؟ سيفير ازمه. فانت بقى ان الموضوع ده مهم جدا وبيجي في الامتحانات كتير فانت باين له ان انت متعمق ومتعمق فيه. فعشان كده كاتبينه ازاي بقى؟ اكيوت سيفير ازمه وبعدين لايف ثريتنينج ازمه اللي هي بقى مهدده للحياه وبعدين خلاص بقى اللي هو خلاص العمليه قربت قوي نير فيتال ازمه. فهنبدا بالاكيوت سيفير ازمه. ايه هي الساينز؟ ايه هي الكرايتيريا؟ اهم حاجه واهم كلمه بروفيشنال تتكتب وهي دي اللي تيجي في الام اس كيو ان في الاكيوت سيفير ازمه البيك اكسبيراتوري فلو ريت وده كنا قلنا دي الكلمه المضيئه في البلمونري فانكشن تيست. البيك اكسبيراتوري فلو ريت لما تيجي تقيسها بالجهاز كده تلاقيها ايه يا جماعه؟ قلت قوش. قلت اديني رقم بقى. الرقم عشان اقول روح انت عندك اكيوت سيفير ازمه تبقى قلت لدرجه ان هي وصلت لكام يا جماعه؟ من 33 ل 50%. واحد يقول لي اشمعنى 33؟ اقول لك لان الامريكان هم اللي حاطين الارقام دي. فهي ده شغل الامريكان بقى معايا شغل الامريكان والبلدعويه اللي هو دايما يعني بيتكلم بدقه قوي فيقول لك 33 ل 50%. وعليكم السلام. 33 ل 50% طبعا لو كان واحد مصري انت عارف الامريكان كده
فاكر انت حتى يقول لك مثلا الفاستنج بلاد جلوكوز في الدايبيتس، شفت الامريكان يقول لك ايه؟ يقول لك 126 وحياته يعني ايه 126؟ طب ما تقول 125 مثلا. انما هم الامريكان كده على فكره، اتفرج على الارقام اللي الامريكان بيالفوها كلها كده، يقول لك مش عارف 333، يقول لك مش عارف 106، هنا يقول لك من 33 لكام؟ ل 50%. طبعا لو واحد مصري اللي كان بيالفها كان هيقول لك 3 من 30 ل 53%، يعني كان هيحاول او كان هيخليها ايه يا جماعه؟ انما ده من 33 ل 50%. ده اللي هو الاكيوت سيفير ازمه. ده عنده حلو. ايه كمان؟ ايه؟ دي حاجه حلوه لما ما هو حاجة... انت قصدك حاجه حلوه انهم يقولوا الارقام كده ولا لا؟ حاجه حلوه اللي بيكسب. لا ازاي ده قال؟ انت بتتكلم 33 ل 50% ده بيقل. وعندك مثلا عندك كمان الايه؟ لا ده مش فاريابيلتي، ده اللي هو ده البيك اكسبيرت فلو ريت اصلا بيقل. بدل ما هو 600 هيبقى النص، يعني هيبقى 300 وهكذا يعني. فهو بيقل بيوصل 33 ل 50%. اقل من 33 ايه؟ لا ده بيتقاس، ده مش فاريابيلتي. فعشان كده ده ما تقيسه تقريبا 33 لكام؟ 50%. عارف لو اقل من 33% دي مصيبه بقى، لان معنى كده ان انت لايف ثريتنج ازمه او ممكن نير فيتال ازمه. انتوا واخدين بالكم؟ انما الاكيوت سيفير ازمه معظم العيانين اللي هتشوفهم هيبقى من 33 لكام؟ ل 50%. طبعا تاكيبنيا معايا؟ طبعا هيبقى عنده كمان تاكي كارديا. واضح ولا مش واضح؟ فهيبقى تاكيبنيا وتاكي كارديا، وبيبقى كمان مش قادر برضو ايه يا جماعه في الدياجنوستيك كرايتيريا، لان دي ساين العيان الدكتور هيشوفها على العيان، برضو مش قادر يكمل الجمله الواحده في ايه يا جماعه؟ في نفس واحد. يبقى انت عندك اللي هو الاكيوت سيفير ازمه لازم الاربعه دياجنوستيك كرايتيريا تبقى حافظه. مره ثانيه بقى لما يجي في الامتحان يقول لك اكيوت سيفير ازمه، هل هكتب السيمبتومز الاربعه والدياجنوستيك كرايتيريا الاربعه دول بس؟ لا، لازم برضو هتكتب معاهم ايه يا جماعه؟ لايف ثريتنينج ازمه. لايف ثريتنينج ازمه اللي هي ايه بقى؟ نفس الكلام ده بس البيك اكسبيراتوري فلو ريت بتبقى كام؟ اقل من 33%. انت واخد بالك؟ ويبدا يشتكي كمان يا قلبي ويا دماغي. يعني القلب طبعا هيحصل سيفير ايه يا جماعه؟ هايبوتنشن، القلب مش واصل له اكسجين اصلا، فهيبدا انتوا عارفين الهايبوكسيا ده مش بس تعمل هايبوتنشن وتاثر تعمل مايوكاردايتس وكده، دي ممكن كمان تعمل كارديك ارست. عشان كده يا جماعه العيان ده ممكن يموت بقلبه. السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل كارديك ارست هو ايه يا ولاد؟ الهايبوكسيا. ومش بس كارديك ارست، مش لدرجه كارديك ارست، انما اريزميا. تحس ان عيان البرونكيا ازمه وده نف كومبليكيشنز، تحس ان الاريزميا ايه يا جماعه؟ انا قلت لكم الحصه اللي فاتت تحس ان عزرائيل بيحوم حوالين العيان بايه؟ بالاريزميا. الهايبوكسيا اصلا تعمل اريزميا، وعلاج البرونكيا الازمه معظم الادويه اللي هنقولها دلوقتي معظمها برضو تعمل ايه يا جماعه؟ تعمل اريزميا. وقلناها الحصه اللي فاتت. المهم ممكن يحصل كمان ايه؟ الاكسجين اللي واصل للدماغ قليل، فممكن يدخل في كونفالشن وايه يا جماعه؟ وكوما. فكل الحاجات دي من الممكن ان هي تحصل في اللايف. عشان كده لما بتلاقي العيان دخل في كونفالشن او دخل في كوما لازم هنا دي من حاجات لايف ثريتنينج ازمه. يعني ايه لايف ثريتنينج ازمه؟ يعني هنا لازم تحطه على فنتليتور من الانديكيشنز بتاعت الفنتليتور اللي هنقولها كمان شويه. خد بالك البيك اكسبيراتوري فلو ريت اقل من 33%. ايه رايكم في ثاني اكسيد الكربون؟ نورمال. ثاني اكسيد الكربون في الاكيوت سيفير ازمه، والسؤال ده بيجي في الام اس كيو، وعلى فكره دايما في الام اس كيو يتلاعب بيك بثاني اكسيد الكربون، مش هيتلاعب بيك بالاكسجين، لان كده كده الاكسجين ايه يا جماعه؟ ما هو معروف ان هو قليل. انما تعالى لي بقى في ثاني اكسيد الكربون. طالب الاصفر لما يشوف يجي يقول له في البرونكيا الازمه ثاني اكسيد الكربون اخباره ايه؟ هيقوم قايل له هايبر كابنيا. لكن لا، ثاني اكسيد الكربون هنا بيبقى نورمال. ليه نورمال؟ اولا لان لسه احنا قايلين ان في تاكيبنيا جامده جدا، فثاني اكسيد الكربون ما بيعلاش. حتى في الاكيوت سيفير ازمه، حتى في الاكيوت سيفير ازمه، حتى في اللايف ثريتنينج ازمه، حتى في اللايف ثريتنينج ازمه. انتوا عارفين يا جماعه امتى يعلى؟ لما ثاني اكسيد الكربون يعلى دي مصيبه، لان معنى كده ان هو نير ايه بقى؟ فيتال ازمه. عشان كده يقول لك ثاني اكسيد الكربون، انت عارف النير فيتال ازمه؟ هي اللايف ثريتنينج ازمه، نفس الدياجنوستيك كرايتيريا بالظبط. لكن بيبقى فيها هايبر ايه؟ هايبر كابنيا. خد بالك ده عشان الام اس كيو، اما اقول لك برونكيا الازمه واسكت، البرونكيا الازمه العاديه، لا ثاني اكسيد الكربون ما بيعلاش. امتى يعلى يا جماعه؟ نير فيتال ازمه. خدنا موضوع كان كده زمان اللي هو موضوع ايه؟ النيمونيا. فاكر النيمونيا الالفيولاي مليانه كونسوليديشن، مع النيمونيا بيحصل هايبوكسيا. طب بيحصل ايه في ثاني اكسيد الكربون؟ هايبو كابنيا مش نورمال كمان. هايبو كابنيا لسببين هنا، اولا في تاكيبنيا، وثانيا لان الالفيولاي لما بتبوظ، انا قلت لكم ثاني اكسيد الكربون يفوت في الايه؟ في الحديد، يعدي في خرم ابره. خاصيه الانتشار بتاع ثاني اكسيد الكربون ده، حتى قلت لكم مثلا لو انت بوظت الالفيولاي كلها واتبقى في الجسم الفيولاي واحده، هذه الالفيولاي الواحده قادره على التخلص من ايه يا جماعه؟ عشان كده ثاني اكسيد الكربون ما كانش بيزيد في النيمونيا غير برضه فين؟ في الاكيوت سيفير نيمونيا. وقلنا السؤال ده في الام اس كيو، وهنا برضه في ثاني اكسيد الكربون ما بيزيدش في البرونكيال ازمه غير في الاكيوت سيفير ازمه. كل الكلام ده اسرائيليات. اللي بيجي في الامتحان في الاكيوت سيفير ازمه والسؤال المرتقب الرهيب، واكتبوا الله يخليكم 2015 من السؤال ده، تريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه.
التريتمنت ده جاي 2015 واللي ما جاش واكتبه واللي منكم ناوي يقعد معانا شويه يكتب 2016 تبقى 2015 جنبها كده 2016 معايا. السؤال ده فعلا من الاسئله المهمه جدا تريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه. السؤال ده لما بيجي في الامتحان اول ما تشوفه بتفرح لان كلكم هتبقوا مذاكرين الموضوع ده. تيجي تحله تلاقيك بتالف اي كلام اللي هو لو الليمب دخل تكتب تشوف الكلام اللي انت كاتبه كده لو الليمب دخل هيكتب نفس الكلام ده. عشان كده انا والله العظيم ما انا شارح التريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه ده لما نحفظ جمله. الجمله بتقول ايه؟ ان علاج الاكيوت سيفير ازمه ست حاجات مش دي الجمله بس حط دايره حوالين رقم خمسه عشان وانت في الامتحان هتنسى رقم خمسه هي دي الوحيده اللي ممكن تتنسي في الامتحان. وانت بتنسى رقم خمسه الله يخليك كل اللي عايزه منك افتكرنيش بس يعني انت عارف في الامتحان كده هتكتب هما ست حاجات انما حط لي دايره حوالين رقم كام؟ خمسه. رقم خمسه هي دي الكلمه اللي دايما تتنسي في الامتحان. فهو وهي دي الكلمه على فكره اللي الراجل هيبقى باصص عليها ليه؟ لان هما ست حاجات بس منهم خمسه. لو جبت مرتضى منصور عارف مرتضى منصور بتاع الزمالك اللي كان عارفينه لو جبت مرتضى منصور والله هيقول الخمسه دول انما عمره هيقول رقم كام؟ اللي هي رقم اللي هي رقم اللي احنا بنصرح عليها ده معايا ولا مش معايا. فعشان كده يعني مثلا الفه كده انا عايز اغلى واحد قاعد دلوقتي اغلى واحد اللي عمره ما جاب سؤال واقول له واحد عنده اكيوت سيفير ازمه هتعالجه ازاي؟ هيقول لك والله خمس حاجات. يعني اول حاجه ايه؟ اول حاجه هتعمل ايه؟ تديله ماسك. اول حاجه ما على اهلي اول حاجه هتبقى ايه؟ اول خالص وبعدين بيتا بيتا يا جماعه استمنا معايا شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ شورت اكتنج معايا شورت اكتنج. اسال سؤال للاسكياء ده للاسكياء ادي شورت ادي برنترال ادي انهيليشن ولا برنترال؟ ايه رايكم؟ مين الاحسن الانهيليشن ولا البرنترال؟ الانهيليشن احسن لانه موضوع مش هيعمل سايد افكت صح واسرع حتى واضح ولا مش واضح. بس السؤال بقى انا بسال مين الاحسن انهيليشن ولا برنترال؟ في الازمه انهيليشن حلو بس مش واقعي لان انت بتتكلم عن واحد عنده اكيوتي بالازمه. فلو كان في ديزني يا جامده قوي انت هتقول العيان اصلا انهيليشن. تعرفين انهيليشن محتاج ايه يا جماعه؟ في وجود الديزني هيبقى صعب جدا ده مش بعيد العيان طبعا هيقول لك لفظ ما يصحش ايه يتقال في حصه محترمه. فعشان كده انت احيانا تلجا ليه يا جماعه؟ برنترال. لكن سوف يظل وطبعا ده اهم حاجه في العلاج ان انا ادي برونكو دايليتور بيتا ايه يا جماعه؟ بيتا ستيمولانت. رقم ثلاثه كورتيزون ولازم تحفظ جرعه الكورتيزون طبعا ولازم تعرف ان الكورتيزون هنا بندي كام في الاول؟ 100 مللي جرام كل 6 ساعات ده في اول يوم يعني 100 مللي جرام بعد 6 ساعات 100 مللي جرام بعد 6 ساعات 100 مللي جرام. المهم ده في اول يوم بس خد بالك بقى لازم تدي الكورتيزون as soon as you can. ليه؟ يعني لازم هو اهم حاجه البرونكو دايليتور طبعا اللي هو بدي البيتا ايه يا جماعه؟ استيمولانت. لكن ليه بدي كورتيزون as soon as you can؟ اول ما العيان يجي لازم على طول تخبطه كورتيزون 100 مللي جرام كل 6 ساعات. ليه؟ لان الكورتيزون اصلا ما بيبداش المفعول بتاعه يبان على العيان ويبدا يادي الشغل بتاعه الا بعد 6 ساعات. يعني خد بالك من 4 ل 6 ساعات بيتاخر شويه على بال الايفكت بتاعه ما بيبان. عشان كده انا لازم ابدا ايه يا جماعه؟ as soon as you can على طول. انت بتدي برونكو دايليتور بعدين بتدي ايه يا جماعه؟ كورتيزون. طب بعد ما اليوم الاول يعدي هل بقى خلاص بقى كده خلاص؟ لا ده واحد عنده اكيوت سيفير ازمه بتمشي على كورتيزون بعد كده فتره كبيره ممكن حتى لمده اسبوع او ممكن اكتر من كده 60 مللي جرام في اليوم بريدنزولون 60 مللي جرام في اليوم وبعد كده تسحبه ايه بقى؟ تسحبه جراديوالي كده. فهو الكورتيزون ده خد بالك بقى احنا قلنا اول حاجه ايه يا جماعه؟ انت لو بتالف اعتقد تالف الحاجات دي ولا ايه؟ اول حاجه كورتيزون نرفوسا كورتين معايا؟ لو انت مثلا لقيت جارك مثلا جارك وهو مش قادر هو جات له الازمه ومش قادر ياخد نفسه ومش عارف ايه هتدي ايه مثلا؟ اللي هو بقى ديكسامسازون اللي هو ديكادرون خد يا عم حقنه ديكادرون وخلاص على بال على الاقل ما يروح لايه يا جماعه؟ يعني واحد مش قادر ياخد نفسه خلاص على هو عنده فنتولين وانت قاعد عنده في البيت جارك مثلا يبقى اللي هو الفنتولين وايه كمان؟ وتدي اللي هو اللي اسمه الديكادرون حقنه ديكادرون خلاص اللي هو الديكسا يعني ليه؟ الهيدروكورتيزون ده الاي في ده انجكشن وبعد كده هياخد بقى بريدنزولون اللي هو الهوستاكورتين عارفين الهوستاكورتين والهوستاكورتين اتش عارفين الحاجات دي؟ ما اعرفش غير الهيدروكورتيزون والديكسا لا والله هم اثنين بس الكل والديكسا فاللي هو حقن الديكسا ده حتى العيان هيجي يقول لك حقن الديكسا اللي هو الديكادرون تقول له بقى ما خدتش انا اللي هو كورتيزون بس انا ما خدتش. فالمهم ده كده اللي هو ايه؟ بصوا يا جماعه رقم اربعه انتوا في دماغكم واحد عنده البرونكاي قفش قوي ما دام البرونكاي قفش قوي بياخد الدواء الحل الدواء الحل اللي هو كان اسمه ايه؟ امينوفيلين. خد بالك الامينوفيلين خد بالك بقى اي حد عنده ضيق في التنفس بياخد ايه؟ الامينوفيلين صح ولا غلط؟ مع ان الابحاث الجديده قالت ايه؟ وعلى فكره مش معنى الابحاث الجديده قالت كده لا اي حد عنده البرونكوس بازما عنده برونكال ازمه وكيوت سيفير ازمه بياخد الامينوفيلين اللي هو السايفيلين اي حد ولو ان الابحاث الجديده قالت ان بيني وبينكم بقى
الامينوفيلين ده ولا الهواء ولا الدموع، ما بيعملش اي حاجه. مفيش اي فايده الناس اللي بياخدوا امينوفيلين زي اللي ما بياخدوش امينوفيلين. عشان كده انا كاتب ايه لازم تكتبها، ولازم يا جماعه انت لو رحت اي اي سي يو هتاخد الامينوفيلين، بس اكتب له كلمه ان الامينوفيلين بينه وبينكم يوزف امينوفيلين ان اكيوت سيفير ازمه از باد ميديسين ان وان وورد. وانا كاتب الكلمه دي في كلمه واحده از باد ميديسين، يعني هو بيتعمل اه بيتعمل بتاخد امينوفيلين لكنه يعتبر ايه يا جماعه باد ميديسين. طب رديء ليه بقى؟ لانه ما بيعملش حاجه. تقول لي يا عم طب ما تديه وخلاص ما بيعملش حاجه ما بيعملش حاجه، او ممكن يعمل برونكو دايليتور. اقول لك لا، امينوفيلين ده خد بالك عزرائيل بيحوم حواليك بايه زي ما قلنا قبل كده بالاريزميا. يعني لو هتدي امينوفيلين لازم تديه فيري ايه يا جماعه فيري فيري سلولي، لازم ببطء جدا فور فير اوف ايه الاريزميا. المهم بقى لغايه دلوقتي انت حاسس ان فعلا لو جبت مرتضى منصور هيقول لهم تدي اكسجين في الاول مش عارف بعد كده شورت اكتنج ايه يا جماعه، ولا بلاش مرتضى عشان ما يرفعش عليه القضيه بيكسب من الذين اي قضيه يرفع. فهو الاول خمسه ايه خلاص هيتجابوا، يعني اخر واحده مثلا نحطه على فنتليتور. بص يا ابني احنا حطينا دايره عشان يجي صدى صوت في الامتحان يقول لك ايه بقى، لما يجي يقول تريتمنت اوف برون اكيوت سيفير ازمه صدى صوت كده هيجي يقول لك ايه وحوالين رقم خمسة دايره 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 دايره، تقوم تفتكر رقم خمسة. رقم خمسة اللي انت مش عارف تالفها، احنا الفنا الخمسة تبقى فضيحه لو ما عرفتش الف ستة اصلا. اكيوت سيفير ازمه واحد ايه اكسجين. طب بص يا جماعه اعملوا دايره حوالين، طب ليه انا بص اعمل دايره حوالين الاكسجين اللي هو اكسجين، وبعد كده شورت اكتنج ايه ايوه بيت، وبعدين ايه كورتيزون سبرات طبعا، وبعدين كورتيزون امينوفيلين، وبعدين تحطه على فنتليتر. طبعا تحطه على فنتليتر امتى بقى؟ لو كان في النير فيتال ازمه، او لو كان في اللايف ثريتنج ازمه، ده يدخل بقى في كوما في كونفرشن هايبر كابنيا الحاجات دي كلها. لكن خد بالك او ديزني ما بتتصلحش حتى مع ده، بتحطه على فنتليتر. رقم خمسة ايه بقى؟ لازم تدي انفيوجن، لازم تدي هنا يا جماعه سلاين والسلاين يبقى فيه حاجتين. مين شاطر يقول الحاجتين دول؟ لازم هذا السلاين يبقى فيه حاجتين، هي دي الكلمه المضيئه، في حاجتين لازم ياخدهم هذا العيان الحقير اللي هم ايه يا جماعه؟ ياخد مثلا مبدئيا انت تقدر تالف واحده فيهم جلوكوز، لان ده بيصارع من اجل الحياه، فمحتاج ايه يا جماعه؟ طاقه. ما تسيبش العيان يدخل منك في هايبوجلايسيميا، لازم ايه يا جماعه؟ جلوكوز. ولازم الاهم من الجلوكوز ايه؟ كلنا هنفتكر حته الجلوكوز دي، الاهم ايه بقى؟ ندي ايه في السلاين؟ جلوكوز وايه؟ وبتيجي في الام اس كيو وبوتاسيوم. مين شاطر بقى يقول انا ليه بدي بوتاسيوم؟ ليه لازم العيان اللي عنده اكيوت سيفير ازمه لما بتدي فلويد يبقى فيه بوتاسيوم كتير؟ مين يقول بقى؟ عشان طبعا نقول امينوفيلين؟ لا لازم يخاف من بيتا طبعا. لا اي اجابه بتتقال اي كلام، يعني هو ممكن يقول كده بياخد بوتاسيوم ممكن عشان ياخد طعمه حلو، يعني انت راح تقول له عشان طعمه حلو بس طعمه حلو بوتاسيوم عشان اه موجود في المشمش والمشمش حاجه هديله اي جي. نزل بوتاسيوم ليه يا جماعه؟ بوتاسيوم عشان الصوديوم، انا بدي جلوكوز عشان انرجي يصارع من اجل الحياه. ليه بدي زي ما يخش بقى لما يعلى؟ بص يا جماعه يخش اقول لكم على حاجه ظريفه، هو اصلا عليك ان انت بتديه مش سيمباثومايميتك. هو السيمباثومايميتك بيعمل ايه في البتاع؟ طب بص قبل ما تجاوب، هو ايه اللي انا رسمها دي؟ دي خليه صح ولا غلط؟ وايه اللي داخل الخليه ده؟ السيمباثومايميتك يعمل ايه بقى؟ خد بالك ياخد يعمل حاجه اسمها انترا سيلولار شيفت، يعني ياخد البوتاسيوم من بره الخليه يدخله جوه الايه؟ جوه الخليه. زي مين بيعمل كده تاني؟ الانسولين مثلا. مش احنا قلنا يا جماعه انسولين فيها 2 ان فاكرين؟ انسولين ما هو لو كان بيدخل الجلوكوز جوه الخليه بس كانوا سموه ايه؟ انسولين. ان واحده في الخليه، انما هو انسولين هم بيسموا الاسامي كده وخلاص، ما انسولين لان فيها 2 ان بيدخل حاجتين. حتى الامريكان دايما يشرحوها كده يقول لك الانسولين بيدخل حاجتين. واخد بالك؟ فهو اللي هم ايه الحاجتين؟ الجلوكوز والبوتاسيوم. عشان كده الانسولين لما بتدي انسولين كتير يحصل على طول ايه يا جماعه؟ عشان كده هو نقول الكلام ده في الدايابيتيك كده اسيروز يعمل دراماتيك لو للبوتاسيوم، يعني ممكن عيان يموت بسبب ايه؟ الهايبوكالميا. عشان كده هنا بقى السيمباثومايميتك يعمل كده برضه انترا سيلولار شيفت الايه يا جماعه؟ للبوتاسيوم، يدخل جوه الخليه، تيجي تبص للبوتاسيوم في الدم تلاقيه قليل، فلازم تدي هنا ايه يا جماعه؟ بوتاسيوم. واحد يقول لي طب ما تسيب يا عم ايه يعمل البوتاسيوم لو غلى؟ اقول له يا راجل بس كده، لان عزرائيل بيحوم بالايه؟ بالاريزما، هيصطادك على طول. ده مش بعيد يموت العيان بالايه يا جماعه؟ بالدكتور الغبي اللي بيعمل قطعه له 200 يلا موتوا بالاريزما على بعض. فلازم تدي يا جماعه؟ يبقى عليك. شفت بقى الكلام اللي انا كنت بقوله لك قبل الحصه؟ اكيوت سيفير ازمه اللي هو انت بتذاكر بسرعه. ذاكر بسرعه ازاي؟ اكيوت سيفير ازمه خلاص، هي دايره حوالين ايه يا جماعه؟ رقم خمسه، وتسمع الباقي هتلاقي نفسك بتسمعه. كلام سهل، ما تفتكرش بقى تفضيح، تفتكر رقم ايه يا جماعه؟ ولا تفتكر كمان رقم خمسه. فده كده اللي هو الاكيوت ايه يا جماعه؟ سيفير ازمه. اعتقد الموضوع سهل وبسيط وسيمبل، لكن ندخل منه على طول بقى وبدون مقدمات على اهم موضوع في الشيست اللي هو الريسبيراتوري فيلير. ركزوا معايا. الريسبيراتوري فيلير
بس بايرات ولي فيليار ركز معايا يا جماعه ايه اردس عشان الانترس راس البريشر بيبقى عالي قوي واخد بالك الانترس راس البريشر عالي هو يعني فرس البرودكتس اصلا عارف الانسان الطبيعي لما بياخد نفس بياخد نفس المفروض البلاد بريشر بيقل ايه سنه صغيره انما هنا بيقل قوي ليه بقى لان في البرونكا الازمه بيبقى فيه انترس راس البريشر بيبقى عالي قوي فالفيروس بتنزل ايه بيقل هي دي قصه كبيره عشان بص اقول لك على بص ده كده اللي هو القلب اهو الانسان الطبيعي بيحصل فيه بيحصل فيه ايه اه طب ركزوا معايا بقى ركزوا معايا الانسان الطبيعي لما بياخد نفس ايه اللي بيحصل بيزيد الفينس ريتارد اه بيزيد الفينس ريتارد صح يعني مثلا نقول لو 5 يبقوا كام يبقوا 7 مثلا يعني هل معنى ان بيزيد الفينس ريتارد يقول البلاد بريشر يزيد لا لان بيزيد الفينس ريتارد اه بس فرحه ما تمت ليه فرحه ما تمت لان برضه ما بيقف الانسبيريشن يحصل اكسبانشن في اللنج فاللنج تاخد ايه اكسبانشن تشفط زياده وزياده كمان يعني انا فرحت باثنين انا بدي طبعا ارقام مجازيه فالخمسه بقوا 7 تلاقي الاثنين الرئه تاخد 2.2 فحركه الاكسبانشن دي مين شاطر مين كان علمي هنا بقى 7 تشيل منهم 2.2 بكام يا جماعه 4.8 فرق عن 5 كتير لا عشان كده هو قال لي سنه صغيره كلمه بالسس بارادوكسس وخدت الكلام ده في العمل شرحت هنا قبل كده تظلم الطالب المحدود ليه بقى لان ممكن واحد محدود يقول لك ايه ده بالسس بارادوكسس يعني تناقض فهيجي يسالك في الامتحان قول لي يا ابني بيحصل هنا بالسس بارادوكسس يعني ايه بالسس بارادوكسس تقوم انت تقول ايه حتى لو انت مش مذاكر الطالب المحدود بقى هو الطب بيقول ايه يقوم قايل لك يا ابني ديورنج انسبيريشن البلاد بريشر بيقل معايا هتقول له يا دكتور انت ما هو ده بقى بالسس بارادوكسس هنا بقى يا دكتور بيزيد لان التناقض ايه لا هو التناقض هنا عايز اقول كلمه جامده برضه قلت لكم ايوه التناقض هنا ليس في الصفه ولكن هو فين بقى صفه الصفه فاكرين الكلام ده يعني ايه صفه الصفه يعني في الانسان الطبيعي بيقل سنه صغيره هنا بيقل برضه لكن سنه كبيره معايا في مرض ايه شهير خدناه قبل كده كان بيعمل بارسس بارادوكسس بريكارديا ريفيوجن شكلها انا راجع كارديولوجي 7 ساعات في اللي هو في البريكارديا ريفيوجن وفين كمان بقى او في البرونكا لازم او سي او دي ليه بقى في البرونك في البريكارديا ريفيوجن فاهمين ليه وبقى ينفع ليكم ان انتوا فاهمين ليه البريكارديا ريفيوجن تعمل بارسس بارادوكسس واللي مش فاهم ليه لما نقول بقى في البريكارديا ريفيوجن انما هنا ليه لان هنا خد بالك الانتراثوراسيك بريشر هيبقى عليه قوي في صورتي فهل الفينوس ريتارد هيبقى كتير؟ يعني لما تاخد نفس هل الفينوس ريتارد هيزيد؟ لا مش هعرف يدخل معايا؟ فالفينوس ريتارد الخمسه دول بيبقوا زي ما هم خمسه مش 7 لان الفينوس ريتارد ايه يا جماعه؟ ضغط عالي قوي في منطقه السرط فالفينوس ريتارد ايه؟ مش هيزيد فالخمسه هيبقوا زي ما هم ناخد بعضنا ونطلع على مين؟ على الرئه هنا بقى اللنج تمتاز وقلنا الكلام ده قبل كده بانها ايه؟ انانيه برضه هتاخد 2.2 تقوم بقى من 2.2 خدتهم من اصل كام مش من 7 خدتهم من اصل كام 5 يبقى مين شاطر كان علمي يقول 2.8 قلت قوي عشان كده يا جماعه واحد فيكم انتوا خدوا نفس كده عميق وحس البلس هل البلس ضعف؟ اه حسنا بسيطه لا مسافه بسيطه دي بيهبص اللي يقول لك اه حسها مش هتحسها خد نفس عميق والله افضل خد نفس جامد كده واللي هو ايه يا جماعه هتلاقي قال لي سنه لا تشعر مش هتحسها بالعين المجرده او بالايد المجرده انما خد بالك بقى حد فيكم عنده بريكارديا الافيوجن او حد فيكم عنده برونكيال ازمه هيجي او حد عنده سي او بي دي هيجي ده بقى ياخد نفس او ما ياخد نفس ويتعمق كده تحس البلس بقى ضعيف قوي تقوم قايل له روح انت عندك ايه تناقض في البلس يقول لك يعني ايه تناقض في البلس اقول له في ايه يا جماعه في اكسجريشن يعني اللقاء واضح ولا مش واضح بس كده بس الحمد لله دلوقتي احسن الحمد لله ندخل بقى على موضوع الريسبيراتوري فيلير يعني ايه بقى الريسبيراتوري طبعا الريسبيراتوري فيلير ده موضوع مهم جدا لان كل التشست بيخدم عليه يعني كله يا جماعه في الاخر بيوصل لايه للريسبيراتوري فيلير خد بالكوا الريسبيراتوري فيلير او زي الهارت فيلير في الكارديولوجي كده بس في كلمه بقى في الهارت فيلير بمناسبه ان انت قلت الهارت فيلير في الهارت فيلير كان في كلمه في الاول في اول الديفينيشن اللي هي كلمه ايه كلينيكال سندروم هل ده كلينيكال سندروم لا لان تشخيص الريسبيراتوري فيلير مبني على ايه يا جماعه مبني على ان انا بقيس الاكسجين وثاني اكسيد الكربون واضح ولا مش واضح عشان كده يقول لك ايه بقى يقول لك ريسبيراتوري فيليا هو عباره عن هايبوكسيا يعني الاكسجين قليل اقل من كام مثلا يقول لك اقل من 60 حلو الكلام الاكسجين يقل مع اقل من 60 ومعاه وممكن وسقر وزود خد بالك من الكلمه دي يعني ممكن حتى من غير ما ثاني اكسيد الكربون يعلى طيب يعلى عن كام يا جماعه يعلى عن 49 او 50
حلو الكلام؟ خليها 50 50 هي هي 50 هي بالظبط على فكره 49 خلينا كتبها طبعا 50 عشان مش عايزينها في الانسي كيو بيكتبوا 50 ويقول لك بقى زياده ولا ما هو 50 ما هي 50 خليها 50 جاي في الانسي كيو يقول لك 49 ولا 50 يبقى عيل تافه يعني لا بيعملوا كده احنا متعودين على كده من صغرنا لا لا بس مش الدرجه هنا يعني لان هو ولا اللي 49 فعشان كده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك عشان كده كلمه ريسبيراتوري فيلير يعني الاكسجين اقل من كام؟ الاكسجين اقل من 50 اقل من 60 وثاني اكسيد الكربون عالي فوق الكام يا جماعه؟ عالي فوق ال 50. خد بالك ان احنا كان عندنا نوعين من الريسبيراتوري فيلير، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ تايب 1 وتايب 2. تايب 1 كان هايبوكسيا وايه؟ وبس، يعني ثاني اكسيد الكربون ما كانش بيحصل له حاجه. انما تايب 2 هو عباره عن ايه يا جماعه؟ هايبوكسيا وهايبر كارديا. لازم بقى نعرفه دلوقتي يا ترى يا هل ترى. سيبك بقى من كل الكلام الهجس اللي عندك ده، عايزين نعرف السؤال ده بيجي كل سنه اتيولوجي اوف ايه يا جماعه؟ الريسبيراتوري فيلير. اسباب الريسبيراتوري فيلير انتوا تقدروا تقولوها بقى ويلا يا بتوع المدارس يا متعلمين اسباب الريسبيراتوري فيلير تقدر تقولها لان قبل ما تقولها لازم تسال نفسك سؤال مهم ايه هو السؤال المهم هو عمليه الريسبيريشن اصلا كام عمليه ثلاثه عباره عن ثلاث عمليات اللي هما كانوا ايه انتاج الرئه بالهواء فنتليشن وبالفيوجن انتاج الرئه بالدماغ برفيوجن تبادل الغازات بين الدماغ والهواء اللي هو برفيوجن فلما اجي اقول لك الريسبيراتوري فيلير لازم تقسمها ثلاث حاجات يا اما المصيبه في الفنتليشن يا اما المصيبه في البرفيوجن يا اما المصيبه فين يا جماعه الديفيوجن يعني ايه المصيبه في الديفيوجن اللي هي يعني جاز اكستشينج يعني الجاز اكستشينج مش حلو معايا ولا مش معايا ما ديفيوجن يعني تبادل الغازات اللي هو الجاز اكستشينج فالمهم ده كده نبدا بالفنتليشن ولا البرفيوجن ولا الديفيوجن مين يقول نبدا نخلص الفنتليشن وطبعا الفنتليشن بجد ده يعني سخيف ويبقى انسان برده سخيف ووقح كمان اللي يرجع بيته عشان يذاكر الاسباب اللي بتبوظ الفنتليشن لان انت تقدر تالفها كويس ده لو في دماغ طبعا يعني ايه الاسباب اللي تخلي امداد الرئه بالهواء ان اصلا الاكسجين اللي بيوصل للهواء قليل اولا ما تتسرعش وتدخل على طول اولا لو انت فين يا جماعه اولا حاجات لو انت فوق مستوى الجبال فوق مستوى البحار فالاكسجين بيقل يعني انت مثلا لو ايه يا جماعه كل ما طبعا عارفين المعلومه دي ولا لا كل ما بترتفع عن سطح البحر كل ما ايه يا جماعه حراره بالظبط ايه فاحصل هايبوكس عشان كده حتى تشوف الفرق الكبيره مثلا برشلونه ولا مش عارف ريال مدريد ما بيحبوا يتدربوا يجوا يتدربوا بيعملوا ايه؟ بيقولوا المدرب واخدهم طالعين على حته ايه يا جماعه؟ عاليه قوي على الجبال بقى جبال القلب عندهم ولا مش عارف يطلع يقوموا طالعين فوق هناك هم ليه بيطلعوا هناك ليه يا جماعه؟ عشان يتعلم ان هو يتدرب في جو ايه؟ قاسي هايبوكس اللي هو هايبوكس يعني فيوم ما ينزل بقى انتوا شايفين بيعملوا ايه؟ يوم ما ينزل على سطح الارض انت واخد بالك؟ طبعا بعكس عندنا بقى اللي هو عندنا ما فيش طبعا ما بيتسرعش طبعا لازم نكون حاسبها عشان ما حصلش بوليسايزيميا والحاجات دي يعني بيكونوا حاسبينها طبعا بمعايير ايه يا جماعه؟ رياضيه طبيه لا عندنا التدريب اللي هو ايه اجري يا ولاد انت شفت المرتضى كان بيدرب فرقه زمان اجري ولاد اه شفت الطلقه هو بيدربهم وتقف هنا وعايزين اثنين مساكين واثنين يجيبوا جوان فاي كلام يعني انما ده كده اللي هو كل ما ترتفع الحرايق لو انت مثلا في حته وحصل حريق انت برضه طيب ممكن كمان سنترال زي ايه يا جماعه؟ ديبريشن سنترال حاجه بقى تلعب في الريسبيراتوري سنتر اللي موجوده فين في دماغك تلعب فيها زي ايه استروفي اي حاجه تيجي في دماغك مش هقول موجوده في دماغك في اي حاجه تلعب في دماغك زي ايه مثلا مورفين اي حاجه تزود الانتركرينيال تنشن ستروك مينينجايتس تيومر اي حاجه بقى تقدر تضرب عندك فاز بستروك تيومر كمان تيومر والله تيومر يا ابني اي حاجه يعني اي حاجه يا جماعه تلعب سنترال هي ايه يا جماعه تعمل ادويه زي ايه مثلا مورفين طبعا اذا ذكر الريسبيراتوري باربيتوريت يعني في حاجات مشهوره بتعمل ديبريشن فين يا جماعه في الريسبيراتوري سنتر انزل لتحت شويه في الفنتليشن المواسير نفسها البرونكاي لما تبقى اللي ضايقها اي حاجه تعمل اوبستراكشن وطبعا الطب المصري اللي انا ما بحبوش بقى اي ماسوره اوبستراكشن الطب المصري يطلع على طول انت ما فيش حته في العالم بتعمل كده للطب المصري من ايام مهمون حطب على فكره ما بحبش الطريقه دي ابدا والله يا جماعه تلاقي المذاكرات صفرة بقى ويا جماعه البرونكاي ده يعني حاجه من بره وحاجه من جوه وحاجه من جوه يا عم انت مش محتاجه كل ده من بره زي ايه؟ حاجه من جوه فورين بادي مثلا حاجه في الوون زي الكرونيك برونكايتس اللي لسه بنشرحها البرونكا الازمه البرونكاي نفسها ضاقت هو ده بس اللي يصيب او يخلي الفنتليشن مش حلوه؟ لا ممكن البرونكاي زي الفل وسالكه وكل حاجه لكن البامب نفسها مش شغاله كويس المسلز اي حاجه بقى في المنطقه البامب نفسها في فيلير في البامب ازمه بامب هنا معايا ولا مش معايا زي ايه مثلا حاجه عامله ريستريكشن جامد قوي على الرئه فمخليه الرئه مش قادره ايه يا جماعه تنشن ايوه بالظبط اكسبانشن بتاعها محدود قوي زي مثلا بلورال ايه يا جماعه افيوجن حتى البريكارد افيوجن من غير بلورال افيوجن حتى واحد ده عنده ايه مثلا واحد خين اوبيس طبعا اوبيس كده عشان كده يا جماعه في حتى سندروم شهير قوي
في حتى حاجه اسمها هايبوفنتيليشن سندروم اللي كان بيجي في الجماعه اللي هم البيكويكيان سندروم. عارفين البيكويكيان سندروم؟ بيبقى اللي هو عامل زي السامبوكس لاي، بيبقى قصير وتخين قوي. ويا سلام بقى كمان لو من المدخنين، انت واخد بالك؟ بيبقى عنده هو طول النهار اصلا من المدخنين، عنده هايبر كابنيا وكمان تخين قوي، فعنده ايه يا جماعه بيكويكيان سندروم. فتلاقي برضو عنده ايه دايما هايبو فنتيليشن. هو البيكويكيان غير شكل يا جماعه ده بيبقى معرض اسمه اسمه كده بيكويكيان سندروم. عشان كده الناس دول لا غير الاكس سندروم، الاكس سندروم حاجه ثانيه. البيكويكيان ده بيبقى ديفورميتي في الايه يا جماعه في التشيست وول، وبيبقى اوبيس قوي كمان. الاكس سندروم لا ده حاجه ثانيه، خمس حاجات ثانيين برضو. فده كده اللي هو البيكويكيان ايه يا جماعه، البامب فيلير تبقى ايه مش متظبطه قوي. فاذا الفنتيليشن اللي يبوظ الفنتيليشن ثاني بقى سينس. الكلام ده كله يتقال في على فكره سينس ايرواي ومصري. مش عارف ليه السؤال ده بيجي ساعات كده كوزز في الريسبيراتوري فيلير. برضه في حاجه بتبقى تلاقي برضه طلبه كتير ناسين نص يعني الموضوع سهل قوي. يا مشكله في الفنتيليشن، يا مشكله فين؟ في يا مشكله في البرفيوشن، مشكله في الفنتيليشن. يا اما انت بقى في البحر او انت فين يا جماعه، او سين اس اي حاجه تلعب في دماغك والادويه كلها حافظها، يا اما المواسير مش متظبطه والطب المصري حاجه من جوه حاجه من بره حاجه من في المول، يا اما ان البامب نفسها مش شغاله. بامب مش شغاله زي ايه بقى؟ ما هو انت من بره لجوه من جوه لبره مش بسهله، اللي هو اي حاجه ممكن في المصل. في المصل زي ايه بقى؟ ايوه مايسينيا، حاجه اسمها مايسينيك كرايسيس. المايسينا جريبس العاديه على فكره ما بتاخدش الاسبرات المصري في الاخر، انما في مش في الاخر في ساعات بقى يبقى حظك وحش وخدت حاجه اسمها مايسينيا كرايس. دي علاجها الوحيد انك تحطه على فنتليتور، لان بينه وبينك لما يبقى عندك مايسينيا عضلاتك ضعيفه. اهم عضله في جسمك ايه هي؟ الاسبرات المصري. وبيعمل الاسبرات المصري لا، والقلب ما بس القلب ما بتاخدش انما هو المايسينيا تاخد ايه يا جماعه؟ تاخد الاسبرات المصري، فلازم تحطه على فنتليتور. فالمايسينيا لا، في غير المايسينيا لو سندروم ما قلتوش يبقى انتوا ما ذكرتوش اطفاله، نوع من انواع النيوروباثي. والله يا جماعه ما قلتوش يبقى احنا بنهرب، لان ده في الاطفال. ايوه جامبري سندروم. جامبري سندروم اصلا كان اسمه ايوه من اشهر حاجات، فانتوا لو ما قلتوش يبقى احنا بنهرب. جامبري سندروم ده فاكرينه ولا لا؟ طفل بيجي تحط على فنتليتور حتى يقوم خلاص. بالظبط. لا مش حاجه موجوده على فكره، بيقوم لحد ما يقوم. لحد ما يعيش. لحد ما يموت. لحد ما يموت. فالمهم ايه يا جماعه؟ فده كان بس كانت مشكلته في ايه؟ طب كان ليه اسم تاني جامبري سندروم؟ بتشلم من تحت لفوق. لا ايتو نمبر سندروم ده حاجه ثانيه، ده نوع من انواع المايسينيا. السندنج باراليسيس. السندنج باراليسيس. ليه بقى؟ لانه بيبقى من تحت لحظه زي الاغنيه، كان يقول لك فيها سندنج باراليسيس الاغنيه من تحت اربع مرات. صح ولا غلط؟ اربع مرات بالظبط. اللي هو يعني كان بياخد الرور لمب وبعدين ينط فين؟ على الابر لمب. اخشى ما اخشى ايه؟ اخشى ما اخشى. اصعب حاجه في الموضوع ايه؟ انه من اللور لمب للابر لمب ممكن ينط على مين بقى؟ ياخد الاسبرات المصري. عشان كده تاخد العين ده تحطه على فين؟ اللي هو الفنتليتور وشويه كورتيزون وكلام كده لحد ما يقوم. فهو ده الجيام والله ما هيموت يا ابني، لحد ما يقوم. انت هتموت ليه من 10% بس اللي بتبقى حالتهم صعبه؟ فهو ده الجيام بري سندروم. ده على فكره الجيام بري سندروم ده في عيل صغير خدتوه، ده دور انفكشن. فايرال انفكشن او انفكشن زي البربر. ويجي ويخف بعد الانفكشن على فكره، ويجي بقى بعد ما بيخف. احنا كلنا بيجي لنا انفكشن من ايه؟ زي انفكشن وتخف. هو بقى انفكشن ويخف سوميشن. شفت بقى مشيت ايه؟ اوتو ميون هيبقى نقوله في النيورو يعني. فده كله يعتبر بامب ايه يا جماعه؟ ليه بقى الحته دي مهمه؟ لان في الامتحان ممكن يجي يقول لك كل الاسباب دي تعمل هايبو فنتليشن اكسبت. قوم جايب بقى في الاختيارات مثلا جامبري، هتجاوب انت السؤال ده، انت بتجاوب الاسئله دي. جامبري سندروم، بيكويكيان سندروم، مورفين، كورنيال السر. او ممكن اقول لك الحاجات دي، فلازم تبقى عارف المشكله هايبو ايه يا جماعه. اي جي ام. هايبو فنتليشن. واضح ولا مش واضح؟ هو ما جاوبش والله من اول سنه. اي جي ام. ما جاوبش غير الاي جي ام. وهيدخل في الامتحان بس مش هيحلها. المهم ده كده اللي هو يا جماعه، ده كده اللي هو الهايبو فنتليشن. طب يلا بقى مشكله في البرفيوجن. هو انت بقى اجي اقول مشكله في البرفيوجن تقول لي لا ما بس كده مشكله في البرفيوجن يعني امداد الرئه بالدم. الدم ما بيوصلش. الدم ما بيوصلش. قول بس امبوليزم. بالمراري امبوليزم. واحد عنده شوك بلو كارديو. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ لو ترجع تيجي تفتح كتاب فرط تسجل اقفله تسجل ايه؟ فهو ده كده اللي هو الديفيوجن. طب الديفيوجن ديفيوجن يبقى مش مصيبه في الالفيولاي ولا في كورنيا؟ الالفيولاي زي ايه بقى؟ اي حاجه بتعمل كونسوليشن زي حاجه. طبعا اهم حاجه نيمونيا. نيمونيا طبعا من اشهر الحاجات. فاي حاجه في المونري قديمه ديستراكشن في الالفيولاي. اي ممكن ديستراكشن في الالفيولاي. كل ده يعمل جاز اكسشنج. واضح ولا مش واضح؟ خدوا بالكم بقى ساعات كده بعد ما قلت اسباب الريسبيراتوري فيلير، لما يجي يقول لك كوزز اوف ريسبيراتوري فيلير، دي طريقه الطلبه اللي هي طريقه ايه يا جماعه؟ تقول له والله يا اما مشكله في الفنتليشن، يا مشكله في البرفيوجن، يا مشكله في الديفيوجن. لكن لو انت عايز تجاوب بطريقه شيك قوي بس تبقى متمكن قوي
قلنا دكتور هقسمهم لك اكوردنج تو حاجه اسمها ايه بقى في كيو في كيو ريشيو ده بقى بس بقى مش تبقى طالب معلش محمود وتقوم تيجي تقول لهم هعملها لك على ايه دكتور عبد لازم تقفل القهوه بس القهوه طب هو ايه يا جماعه يقول لك ايه جيب لكش القهوه انت بصوا بقى يا جماعه في كيو مس ماتش يعني ايه بقى في كيو مس ماتش طبعا الام اس كيو حتى صباح الباكر الحته دي اللي هي ايه بقى وركزوا معايا يا جماعه لان الكلام ده في الام اس كيو مهم قوي ايه قلنا هو في كيو يعني ايه الاول قلنا في كيو يعني يعني فيتيليشن على الريفيوجن طب ليه كيو عشان كان متاخد اختصار حاجات ايوه على فكره هي فعلا كده ايوه انا اقول لك كده كان في اصلا ده شوف يعني انا كتير قوي طول عمري ما بقول في كيو ريشيو بتسأل ايه كيو دي ايوه انا اول مره في حياتي ايه في كيو يعني شوف انا بعيد واخر مره كان في صراحه البي الثالث ايه مش البي البي ده ابسط حاجه البي اي او 2 بارشال اوكسجين ده ابسط حاجه يعني اللي هو في البي اي او 2 فانت عندك الفنتيليشن على البرفيوجن بصوا يا جماعه البرفيوجن فعلا البي تاخده في حاجات ثانيه فعم جايب الحرف اللي بعديه اللي هو ايه يا جماعه كيو تلاقي برضه واحد عارف شافها وكيو اختصار اللي هي كواليتي اوف برفيوجن اي كلام بيتقال انت تصدق والله ساعات بشوفها اقسم بالله من ذكرات صفراء تلاقي كده بقى كواليتي اوف فنتليشن لو اي هوكس في هو اللي هي فعلا في كيو اللي هي يا جماعه الكيو اللي هي ثاني حرف بعد كلمه برفيوجن بصوا بقى يا جماعه انا عايز اعرف المشكله في امداد الرئه بالهواء ولا امداد الرئه بالدماغ فلازم تشوف الريشيو فاكرين لما حتى قلت لك في البلمونري امبوليزم لما تشك ان واحد عنده بلمونري امبوليزم في كيو اول انفستيجيشن تعمله ايه هو في كيو السؤال ده بيجي في الام اس كيو مهم يعني في جراحه طيب بصوا بقى هنا بس هنا عايز هيبان الاي كيو المتطور كلكم هتجاوبوا والله كلكم هتعرفوا تجاوبوا انما مين اسرع اداء لان خد بالك المشكله في امتحانات الام اس كيو مش المعلومه بس خد بالك انا دايما بقول اي امتحان ام اس كيو تقدر تحله كاملا امتى لو انت قاعد على قهوه بالليل او لو قاعد على كرسيك الهزاز وقدامك الفيول ايه يا جماعه الهزاز وقاعد بقى كوبايه شاي كده او بالنسبه للبراده مثلا وقاعد بيشرب ايه يا جماعه هيحل او كاس جامعه هيحل انما خد بالك في الامتحان ما تعرفش حل فعلا لان انت عندك عامل الوقت فلازم تتمرن انك تحل بسرعه هيبان بقى السرعه في الاداء دلوقتي بص يا جماعه اللي عنده سي او بي دي الفيكيو ريشيو اخبارها ايه؟ بسرعه اسرع اداء اللي عنده بص اللي عنده سي او بي دي عنده ايه مشكله في الفنتيليشن واطيه طبعا بيقول نورمال سيبك من سيبك من نورمال اللي هو ايه يا جماعه فالفنتليشن بيقل لما البسط يقل كل خدوا مين عمل ايه هنا مين كان عيني هنا يبقى الريشو بت ايه بتقل لما البسط يقل كله يقل صح ولا غلط طب اللي عنده بالمونري امبوليزم يزيد ايوه بسرعه بقى ليه لان المقام هو اللي الكيو قل المقام هو اللي قل فلما المقام لو حد فيكم ما كانش علمي يروح يحسبها مع نفسه ويدي امثله بالارقام هيلاقيها كده يعني مثلا عندي اهو يا جماعه 5 على 5 جيت بالمونري امبوليزم مين الاقل اللي تحت فبقت 5 على 4 فتلاقي الريشيو ايه كبر كبر من خليها 2.5 عشان تبقى سهله في برضه لو ايه 5 على 2.5 بقت 2 بعد ما كانت 1 لما البسط يقل كله يقل لكن لما المقام يقل كله يزيد كله يزيد فاكرين ده كان كلام بقى اللي هو ايه اساتذه السمارت بقى فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه طب بسرعه بقى مين يعرف يقول مثلا من شوف بقى في الام اس كيو هيتلعب بيك ليه لما هجيب لك 3 4 اسئله ورا بعض على الفي كيو ريشيو كلهم زي ما انا بقول لك والله هتحلهم بس وانت قاعد يعني وانت قاعد على كرسيك الهزاز انما في الامتحان 4 ورا بعض عايز تحل السؤال في 30 ثانيه وبسرعه جدا وعايزين اسرع اداء بقى يقول لك اول اوف ذا فولونج بيزود الريشيو اكسبت ده اول سؤال وتلاقي 3 4 اسئله ودرك عماله تطول وكله عم داخل في بعضه وعليك مزغلله في كيو ريشيو بتقل الاول اوف ذا فولونج اكسبت بتقل بتقل ولا بتزيد عايزين بتزيد اي حاجه اي حاجه ما هيعرفها بتزيد الاول اوف ذا فولونج اكسبت اول ما تيجي الاكسبت تقول هي دي بتقل ولا بتزيد بتزيد الاول اوف ذا فولونج اكسبت معايا فالمونري امبوليزم بالمونري امبوليزم تزود ولا ما تزودش ما هو بالمونري امبوليزم يعني اللي تحت ده هو اللي بيقل اللي هو المقام يبقى هي بتزيد فعلا معايا ولا مش معايا نون امبولايزد اريا ان بالمونري امبوليزم هي هي لا لا يا عكسها لا ليش ايوه نون امبولايزد اريا المقام خد بالك بقى هيزيد هيزيد لما المقام يزيد تقوم الريشو ايه تقل يعني خد بالك ايوه ده بقى السؤال ده جه قبل كده في الام اس كيو على فكره نون امبولايزد اريا اوف بالمونري امبوليزم يعني ايه بقى بدل ما الدم كان رايح لا مش ايوه بص بس الدم كان رايح تحت
عندك بالمونري امبوليزم هنا الحته دي فيها امبوليزم عملها شيفت فتبقى النون امبولايزد اريا هيوصلها دم اكتر عملها شيفت نفس مبدا شفت بقى سكودياك يعني بعيده بس فانت عندك ايه عندك البالمونري امبوليزم الحته دي مش هيوصلها دم لان في امبوليزم فالدم ده هيروح فين بيتبخر لا بيقوم راح في بقيه الرئه فعشان هو بينه وبينك اللي حاطط كان حاطط سؤال ده اكيد دكتور مصري دكتور فوزير دول يعني استحاله سؤال زي ده بس والله جه قبل كده استحاله سؤال زي ده تلاقيه مثلا في حته محترمه جامده يعني لا نون امبولايزد اريا ان بالمونري امبوليزم معايا ولا مش معايا طيب الكرونيك برونكايتس قلنا بيعمل ايه كرونيك برونكايتس هنا كده يبقى البسط بيقل والبسط لما بيقل كله بيقل معايا طيب خد بالك بقى دي الاسئله المحدوده في اسئله بقى تاريخيه ما حدش وصل في كتاب كده مذاكرين فيزيولوجي بتاع سنه اولى طب لا طيب مين يعرف يقول امتى بص انا مش عايزك تقول امتى انا عايز اشوف تفكيركم عامل ازاي التفكير النمطي المنطقي امتى الفي كيو دي تبقى بتساوي صفر عايز تفكير منطقي حتى لو انت مش عارف ايوه العلم اللي هو ايه يا جماعه العلم لو البسط بيساوي صفر العلم برد اهو شفت بقى اللي هو لو البسط بيساوي صفر صح ولا غلط مش اي رقم انتوا ايه يا جماعه هو فيه الرياضيات زمان ان البسط لما يبقى بيساوي صفر لما معاك الحسبه محسبها البسط لو بيساوي صفر هتلاقي اي حاجه على الاتزان ولا فاذا لما يجي في الشفوي يقول لك امتى الريشو تطلع صفر قول له يا دكتور لما يبقى امداد الرئه بالهواء صفر دي بتحصل في حالات ايه بقى في ايه بالظبط لو في حاجه اسمها بص يا مش صفر يعني عشنت يبقى بتحصل في حاله الشنط بقى افتكرها كده عشان وانت قاعد في الامتحان يجي يقول لك مثلا في كيو بتساوي صفر هتشوف الاختيارات تلاقي كلمه شنط ومعلم عليها وانت قاعد في الحياه ايه بقى الشنط دي شنط يعني حتت مش واصل لها هواء تقول لي مش واصل لها هواء دي تحصل فين هنا بقى الذكاء الشنط دي يا جماعه كان في زمان حتى خطاف في فيزيولوجي بص يا جماعه ايه اللي انا رسمها دي دي ايه الفيولار وهنا في ايه ميه يعني كونسوليديشن لو انت عندك هنا كونسوليديشن هل الحته دي بيوصل لها هواء لا لان في ميه فيقوموا يسموا الحته دي بقى في الحاله دي شنط عشان كده يقول لك في بعض الحالات بس تبقى سيفير اما يبقى في جاز اكستشنج بايظ قوي امبيرد قوي في حالات الكونسوليديشن يبقى الحته دي بقى بيسموها في عرف الفسيولوجي ايه يا جماعه شنط بالمونري شنط يبقى لما يبقى فيه اللي هي شنط يعني ايه مقصود بكلمه شنط ايه لا مش شنط المقصود بيها شنط هي شنط هنا اللي هي البالمونري شنط اللي هي يا جماعه تلك الحته اللي مش واصل لها ايه هواء طب مش واصل لها هواء يبقى الفنتليشن بيساوي كام صفر اصل انت هتيجي تقول لي لو واحد ميت بقى مش واصل له هواء خالص لا انما لو في فنتليشن مش واصل صفر دي اللي حاجه اسمها شنط عشان كده بقى اكتب الكلمه دي في كيروش كيورش بتبقى بالصفر يبقى على الشنط يبقى في حاله الشنط عشان تفتكر اكتب كده على الجنط اللي هو على الجنط على الارض يعني ما عشان تفتكر الجنط تبقى زي ما كل كوتش مفضل على الارض اه ما يبقى على الجنط الكوتش لما يبقى مفضل على الارض بتقول ايه؟ على الجنط على الجنط تلاقي واحد يا استاذ اللي انت عندك بتاع الجنط خلاص قول له اه الجنط ده الريشيو بتبقى صفر اه اللي هو كده الجنط الكسر معايا ولا مش معايا؟ طيب اسال سؤال تاني الاذكياء بس ما حدش يبص في الكتاب عكسها الماء الدم امتى تبقى الفي كيو انديفايند انفينيتي غير الزيرو تحت زيرو لو المقام ده خدته في العلمي في الرياضيات طب صفر بقى صفر صفر المثلثات لو المقام بيساوي صفر كلام رياضه انت كنت عامل رياضه طب انا عارف كلام عشان كده بتجاوب الحاجات دي اللي هو انا معاك يا اللي هو اللي هي المقام ده جرب حط على الاقل حسبه كده اقسم اي حاجه على صفر والله هتقول لك على حسب نوع الحسبه مش بعيد تكتب لك على الشاشه لفظ ما يصحش ايه كتاب مثلا محترم فجرب كل واحد على يجرب الاله بتاعته مش بعيد كمان فالمهم ده كده يبقى في كيو لما يبقى المقام بيساوي صفر يبقى امتى الفي كيو تبقى اندفايند قول له لما يبقى البرفيوجن صفر يقول لك يعني حته ما بيحصلش فيها تبادل غازات فين بقى اللي هي ديد سبيس عارف ديد سبيس يعني ايه خطوه في الفسيولوجي؟ هو انت الرئه كلها بيحصل فيها تبادل غازات من اول التراكيه لحد البرونكاي التيرمينال برونكيول الديستال بس طب الجزء ده كله توصل له هوا اهو لكن بيحصل تبادل في الغازات؟ لا فالجزء ده كله اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ ديد سبيس فالحاجات دي ساعات بتيجي فين؟ بتدخل هو في تبس من بره ولا السلام لا شكرا فده كده اللي هو ايه يا جماعه في كيو اللي هو ايه يبقى امتى تبقى اندفايند بقى لو البرفيوجن بتحصل في نفتكرها ازاي في الام اس كيو بص يا ابني ما حدش هيذاكر الكلام الاسرائيليات ده لكن ان انا بس ساعات تيجي في الام اس كيو فانت تفتكرها ازاي بتساوي صفر على الشنط في حاله الشنط تمام من الاخر اندفايند يبقى واحد ميت ديد سبيس
ديد سبيس. ديد سبيس فاكرين يا جماعه الاناتوميكال ديد سبيس والفيسيولوجيكال ديد سبيس؟ ايوه مش كل نفس الشغلات والغازات في الكلام ده. فده اسرائيليات، انا معاك ان دي اسرائيليات، بس عشان لو حصل قدامها في الانسكيو تبقى عارفها. او لو حصل مثلا في الشفوي امثالها تعبس او كده، لان خد بالك الحته دي هيسالها لك انت واحد اسرائيلي، يعني انت لما تجاوب كل الاسئله تقوم نافخ دخان سيجاره في وشك بقى كده وراجع بتعبس او كده، حاطط رجل على رجل ويقول لك تعالى لي بقى انت الريشو دي يا ابني. هو بيسال سؤال وعارف انت مش هتجاوبه. خد بالك ان في دكاتره بيبقى عندهم الحته دي، يقول لك انا اخر سؤال لازم الطالب اللي قدامي اخر سؤال يطلع مش مجاوبه عشان يطلع مكسور كده. ده حتى لو هديك الدرجه النهائيه على فكره، في دكاتره بتدي الفورمال بس يقول لك ايه لازم برضه تخرج من عندي اخر سؤال مش عارف تجاوبه. فهو بقى يوم مجعبس كده في الاخر ضحكه شريره متقطعه طرق ارجل المكان كله، وقول لي يا ابني هو الفي كيو امتى تبقى صفر؟ تقوم انت تقعد كده دقيقه تخليه برضه ايه يا جماعه ياخد الكره وتقوم قايل له يعني في الشرط. يقول لك طب وامتى تبقى عنده فايند والشرر بقى بيتطاير من عينه؟ قال له دكتور في الديز سبيس. يعني نقصك درجه بس. يعني انا ما كنتش نقصك. عشان تجاوب بس. نقصك بس. فهو ده كلام جوه يا جماعه، تعرفها فزلكه. بس هي ساعات بتيجي في الام اس كيو على فكره، بتيجي في الام اس كيو. سؤال الاذكياء بقى، ايه الكلينيكال بيكتشر اوف ريسبيراتور فيلير؟ على فكره الريسبيراتور فيلير غالبا اللي هي ايه؟ اللي هي سنتر سليب. ده حاجه ثانيه هنقولها دلوقتي بس سيبك منها دلوقتي. ده من الاسباب برضه اللي ممكن تعمل هايبوفنتليشن، لان العيان بيحصل له توقف في النفس مره واحده وهو نايم. وعلى فكره دي من الحاجات اللي لو ما لحقتهاش بتموت، اللي هو اللي بقى قاعد نايم في عمليه تنام ساعات تسمع تيجي مثلا مرضى تقول لك ايه الله صلاح جوزي كان زي الفل زي الفل وكان زي الفل، جيت اصحيه اصحى صلاح لقيته ميت. من الاسباب اللي تعمل كده ايه في صلاح؟ في اسباب طبعا كارديولوجي كتير قلناها قبل كده، اللي هو الاريزميا وقلنا الكارديا قلنا حاجات قبل كده كتير، انما من ضمن الاسباب برضو السليب ابنيا دي قلناها. ده على فكره ده ممكن يبقى سليب ابنيا انسى، في حاجات ممكن ان هي تبقى ايه تبقى كده. انما بقى ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه الريسبيراتوري فيلير؟ طيب وانا بص بقى يا سيدي، اولا اما يجي السؤال ده في الامتحان لازم تقول الريسبيراتوري فيلير عباره عن هايبوكسيا هايبوكسيا ويز اور ويزاوت هايبر كابنيا. ما هو طيب ما تخيلش خليك معايا هولندا وما تخليش هولندا تنسيك. فالمهم عندنا في ايه يا جماعه؟ قعدت انت تبهت على الناس هتبهت والله، هم بيبقوا كده ايوه ايوه ده هيخلي الناس كده بوظنا والله هيرجع هيرجع بقى هتلاقي برضه ايه يسقط يسقط حكم هم بيبقوا كده. طب المهم ايه بقى يا جماعه؟ يقول لك ايه؟ يقول لي راح اتزحلق في بولندا. طب المهم فيقول لك ايه بقى؟ بص بقى يا جماعه فده كده اللي هو عرفت الحاجات ايه بتتجمع منين ولا لسه؟ ليه قلت تعرف مش لازم نصيح بس عرفت؟ لا انت سالتيت خالص بس انا مثلا دلوقتي احنا شغالين عادي. لا 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 بعض الدنيا. طب المهم يا جماعه فده كده اولا نقول اصل افتكروا حاجه هنا قلنا ايه؟ ده هو ده حاجه قبل عليها. فبص بقى يا جماعه يقول لك الاسبيراتور فيلير عباره عن هايبوكسيا وايه؟ وهايبر كابنيا. معايا؟ هايبوكسيا ويز اور ويزاوت هايبر كابنيا. فلما يجي يقول لك كلينيكال بيتشر اوف الاسبيراتور فيلير يبقى الكلينيكال بيكتشر ايه؟ هايبوكسيا او هايبر كابنيا والهايبر كابنيا. خد بالك بقى الكلام ده لازم تعرفه بنسبه 100%. ليه بنسبه 100%؟ لان كل امراض التشيست يا اما بتعمل هايبوكسيا وممكن تعمل هايبر كابنيا. فانت ممكن مش بعيد تقوم حاطط كوبليه كده في الامتحان تكتب كلينيكال بيكتشر اوف هايبوكسيا. ما ينفعش ما تبقاش عارف الهايبوكسيا بتعمل ايه. قولوا لي بقى هي الهايبوكسيا بتعمل ايه؟ سينوس. بص قبل ما نقولهم الهايبوكسيا بتعمل خمس حاجات بحرف السي. خليك بقى فاكرهم طول عمرك. خليك معايا بقى يا خمس حاجات بحرف السين. والهايبر كابنيا بتعمل حاجتين بحرف السين. وانا اسف لو الكلام ده هيبقى جارح بالنسبه للبعض منهم. خمس حاجات بحرف السين اللي هم ايه بقى يا جماعه؟ يقول لك سي 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 سي. وعشان ما تنساش الهايبوكسيا بتعمل خمسه سي، عشان ما تنساش. فوق وتحت اول واحده واخر واحده لونين الوان. طبعا اول لون يضحك يعني ما اعتقدش ان حد قعد في القعده دي يقول لها ترى الهايبوكسيا ايه ممكن تعمل ايه اول لون؟ سينوس. خلاص. طب واللون الثاني اللي نكتبه تحت؟ الحمر. ولا انتوا ما تعرفوش ان الهايبوكسيا تعمل بوليسايسيميا؟ بتعمل ستيميليشن. اقول لك على حاجه، اول سبب في العالم السبب رقم واحد اللي بيعمل سكند بوليسايسيميا. عارفين بوليسايسيميا نوعين؟ في بوليسايسيميا روبرا فيرا دي اللي هي برايمري، ده مشكله في المهم اللي مايلو بروليفراتيف ديس اوردر ده مالناش دعوه بيه دلوقتي. انما في سكند بوليسايسيميا. سكند بوليسايسيميا بيعملها خمس حاجات. اول واحده فيهم ذا موست كومن هي ايه يا جماعه؟ هي الهايبوكسيا. ودي كمان تبان قوي بقى بمناسبه التدريبات والسفر اللي بيسافر مثلا السعوديه في بعض الاماكن اللي هي بتبقى ايه يا جماعه؟ ابها والحتت دي بتبقى عاليه. دايما اي واحد كده اشوفه بيروح يشتغل في الحتت دي دايما بيعاني بسبب المشكله دي.
يعني بيبقى عنده بوليس هيسميه جامده جدا، يجي يقول لك انا هيموجلوبيني بقى 15 مثلا 16، انا الار بي سي ذات وصلت لمثلا 6 مليون. لا في بعض خد بالك البوليس هيسميه لما تزيد عن حدها تعمل نفس اعراض الانيميا على فكره، تخليك برده مش مركز وعندك الضغط يعلى حاجات كده. اما بينزل هنا بس على فكره بقى العكس، اما بينزل هنا تلاقي حتى هو نفسه بيقول لك ايه، حاسس ان كفاءتي احسن من زمان. انت واخد بالك هو بيبقى عشان برده الار بي سي ذات عنده ايه يا جماعه. طب لو واحد كويس هناك حلها على فكره ان ليها اضرار برضو. ساعات بعض حتى الناس اللي بتشتغل بره دايما نقول لهم ايه يا جماعه، بين سكشن او حاجه حاول كل شهر كده لو كيس دم ولا حاجه لازم تتبرع بدمك كل شهر، فدي بتبقى مشكله. بس هو عموما بقى لون فوق الوسانوزس لون تحت ايه يا جماعه. فمره ساعات في سؤال حتى بيجي في الام اس كيو يقول لك ذا فيرست انفستيجيشن ان واحد عنده سكندري بوليسايسيميا او واحد عنده بوليسايسيميا عموما، واحد دخل عليك عنده بوليسايسيميا اول انفستيجيشن ايه؟ تخيل اي بي جي اول انفستيجيشن سي بي كيو ايه الاكسجين في الدم اي بي جي قبل ما تعمل بول مارو، لان انت بتبدا بحاجه مش انفيسيف معايا. انت دلوقتي عندك بوليسايسيميا، لا معلش ما جاي السبب ايه يا جماعه؟ اكسجين. فان كان الاكسجين نورمال نبدا نفكر في حاجات ثانيه، انما غالبا الموست كومن كوز هو الهايبوكسيا. فيبقى رقم واحد ايه يا جماعه؟ شكرا اقول لكم الاخوه المدخنين اتفرجوا كده على الاخوه المدخنين، بس الناس اللي ما دخلوش في هايبر كاميا، الناس بعض الناس المدخنين تيجي تبص كده اول ما اصحى من النوم تلاقي وشه محمر وزي فرقه رمح، تلاقيه هو عادي يعني يقول لك ايه ده، ويقول لك ده انا صحيت ردت عليا لما بدات ادخن. هو بيدخل ليه يا جماعه؟ لانه ساعات يصحى من النوم تلاقيه محمر كده وايه يا جماعه؟ بس فتلاقيه باين قوي، لو كان ابيضاني فتبقى بقى واضحه قوي الحكايه دي، يقول لك ده انا وشي رادد لا هو مش معنى كده انه وشه رادد، هو معنى كده انه دخل في هايبوكسيا عملت ايه يا جماعه؟ عملت بوليسايسيميا. طيب يقول لك بقى وعلى راي البسل الهايبوكسيا تعمل لون فوق ولون تحت وفي النص ثلاث حاجات والثلاثه بحرف السي. وانا لما اقول الثلاثه بحرف السي تالفهم. السي هي الاولى ايه؟ سينس. سينس. والسي هي الثانيه ايه؟ سي بي. كارديس. والسؤال الثاني الرابع تشيست بقى طبعا ما اعتقدش ان حد قاعد في القعده دي. بص يا جماعه انا عايز كل بشرح ما تبصوش في الكتاب عشان تدي فرصه لنفسك تفكروا. انتوا لو بتبصوا في الكتاب على فكره على فكره على فكره يا جماعه في ناس كتير بيبقى فاكر نفسه غبي لانه ما اداش فرصه لنفسه يفكر. هو اللي هو بيرجع يحفظ على طول. هو انت عارف لو قعدت مع نفسك تفكر تلاقي نفسك بتكتب الكلام احسن مليون مره من ايه يا جماعه. انت واخد بالك؟ يعني جربوا كده وبعد ما تجربوا ممكن نبدا نعيد ايه؟ نعيد الطريقه. بس هو جربه والله. يعني مثلا هايبوكسيا وانت قاعد مع نفسك من غير ما تقرا لون فوق ولون تحت وفي النص ثلاثه ايه؟ ثلاثه سي. ايه هما ثلاثه سي؟ كارديا تشيست سي ان اس صح؟ حتى في سيستمز الايه؟ ثلاثه سيستمز عندنا. شفتوا ما اقول لكم انت لما تفكر بيطلع منك حاجات جامده. ثلاثه سيستمز يعني هقول مثلا حاجات هتبقى عن الكوين المثلي هم مثلا الزحمه في النص هتبقى ما هو ثلاثه سيستمز كاردياك وكارديو باسكرال وايه يا جماعه؟ اطلع كارديو وكارديو باسكرال وايه يا جماعه؟ وتشيست. التشيست مثلا بيحصل ايه في التشيست؟ حد يقول يعني هايبوكسيا لسه قايلين هايبوكسيا بتعمل استيميليشن في الرسبيراتور ايه؟ تاكيبنيا عشان تعوض ايه المسائل. طب بس خد بالك التاكيبنيا تبقى موجوده في تايب 1 ولا تايب 2؟ بسرعه التاكيبنيا 2 لا 1 لان الهايبر كاب تايب 2 عنده هايبر كاب يعني ده بيعمل استيميليشن في الرسبيراتور سالو سيركل هنا بيزيد يعمل ديبريشن فدي تروح مع دي. انما هو بيبقى مين اللي لما تدخل عليه تلاقيه عنده سي او دي قاعد يقاتل من اجل الاكسجين هو طيب ايه؟ تايب 1 اللي هو بينك بفر. انما طيب 2 تلاقيه قاعد تلاقي ديماتس وقاعد حتى تقول له يا عم الحاج ما تاخد نفس اعمل ايه مش قادر قاعد في الحياه والعمليه ايه يا جماعه. فالمهم ده كده اللي هو تشيست. ايه اللي بيحصل في القلب ايه؟ لسه قايلين في القلب كارديك ارست وممكن يحصل ايه كمان؟ واريزميا وكلام ده. طب في المخ يحصل ايه لما الاكسجين يقل؟ طبعا كوما وكونفرشن. خلينا كوما وكونفرشن تعرف ليه؟ عشان يبقى حرف السي وخلاص. حياتنا ماشيه سيسيهات. فالمهم ايه يا جماعه؟ فده كده اللي هم يبقى الهايبوكسيا بقى خد بالك. سيرة الهايبوكسيا كويت او بلد بتقولها كده ما مش فاهم انت عارف انا جدا انت اه مش كويت. المهم يا جماعه لو زي ايه بقى الكلام بقى اللي هو اللي ايه راح يشحت راح يشحت يعني مش فاهم يا جماعه رئيس دوله وعايز موارد يعني انا مش فاهم وراح يشحت في جيبه يا موارد مش فاهم يعني ده اللي اخوانا الله كله راح يشحت في المتاني. ايوه يا جماعه في ايه؟ خلاص ما هو بيروح الصين وبيروح بتاع كلهم بيشحتوا الحنفيه خلاص والملك لسه ما ماتش عامل 3 مليون خلاص فاللي هو بيديك حاجه فده كده اللي هو يبقى رقم واحد ايه يا جماعه؟ اول حاجه الهايبوكس. ندخل بعد كده طب الهايبر كابنيا بتعمل ايه بقى؟ هايبر كابنيا بتعمل حاجتين بحرف السي. وعشان ما تنساش على رايك بقى شكري سيستمين كاردياك وسي ان اس دول برضه بحرف السي كاردياك وسي ان اس على فكره بقى عشان ما تنساش سي ان اس ديبريشن. الهايبر كابنيا بتعمل حاجتين حاجه في الدماغ حاجه في القلب. في كل حاجه فيهم بتاثر على العين. لان ساعات يجي يقول لك هو انت ممكن تعرف الاخوه المدخنين من عينيهم؟ اه
شفت من عينه الهايبر كابنيا تعمل حاجات في المخ وحاجات في الدماغ لكن حاجات في ال عشان ما كنتش كده شفت انت حاجات في الدماغ وحاجات في القلب كل واحده فيهم ممكن ياثر كمان على ايه يا جماعه على عينه وعشان كده رسم عين في سي ان اس وعين فين كمان وفي القلب لو انت خدت بالك السي ان اس تبدأ بسي ان اس طبعا سي ان اس حاجه معروفه ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد بيعمل ايه ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد بغض النظر عن ديبريشن والكلام ده بغض النظر برضه عن بيعمل دماغ هو بيخليك نعسان على طول نعاس راح السينما على طول على فكره يا جماعه في حاجه مشهوره جدا في مين كمان الاخوه المدخنين اللي دخن كتير وشايش كتير وكمان لو كان اوبيز لانه عنده برضه هايبو فنتليشن ممكن وهو نايم حتى بيبقى فيه نوع من انواع الهايبو فنتليشن بس معظم الناس اللي بتشرب سجاير بس من زمان تيجي يقول لك انا فعلا عندي مشكله وممكن تصل بين المشكله ان هو فعلا بيروح للدكتور لانه بيبقى ايه يا جماعه بيقول لك انا ببقى قاعد ممكن ابقى لسه صاحي من النوم بس نعسان على طول لو هو مش مركز في حاجه تلاقيه نايم واخد بالك وعشان كده رحت غرزه وقعدت كده اقعد على الغرزه اشوف كده اشوف المعلمين وهم قاعدين لو ما بيعملش حاجه ما بيلعبش دوم انا تلاقيهم كلهم ساقطين هو قاعد دايم وبيتوب كل شيء يا عم ده انت لسه هو بيبقى نعسان على طول ثاني اكسيد الكربون كده على فكره وما لهاش حل غير ان هو يوقف ايه يا جماعه السجاير والحاجات دي فدايما تلاقيهم نعسانين نايمين بيتوبوا عشان كده حتى وكمان اوبيز طبعا الاوبيز بقى لو بيدخن كمان وبيشرب ايه يا جماعه هو بيشرب سجاير يبقى نعسان على طول طبعا ومصدع لكن اهم حاجه ان كمان ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد بيعمل ايه في العين بقى في الدماغ حاجه ريليتد لتاثيره العصبي هو ثاني اكسيد الكربون او بس ده كارديو فاسكولار خليها كارديو فاسكولار عصبي انما احنا على الدماغ يعمل سمباثيك ايه سمباثيك ستيموليشن طب ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد بيعمل سمباثيك ستيموليشن طب السمباثيك ستيموليشن بيعمل ايه في البيوب الافقيه هو انتوا فاكرين ان لما كنا هورمر كنا قلنا البيوب الجدي يبقى هنا البيوب الايه يا جماعه توسع عشان يشوف خلاص لان السمباثيك ستيموليشن بيوسع معايا ولا مش معايا توسع عشان ايه تخيل او بيتخيل اه يشوف كويس بالظبط اه انتوا فاكرين حاجات اولى في سمباثيك حاجات احنا فاهمين فيه هو البيوب الايه يا جماعه بيوسع واضح عشان كده حتى فاكرين كنت كتبت في مره عندي ودي معلومه عاميه انا مش بكتب انا عمري ما بكتب حاجه الا لازم تكون مدروسه ومتجربه وعلميه اللي هو حتى قلت لكم فاكرين لما قلت لكم انت تعرف اصلا البنت اللي قدامك بتحبك ولا لا قلت لكم ازاي عن طريق ايه عينها بتبقى فاكر انت المفروض انك صفر يعني تقول اللي هو مش تعرف البيوبل عينها ضيقه اه والله البيوبل خد بالك لا البيوبل يوسع لان معنى ان هو يوسع يبقى في سمباثيك يا جماعه انما فانت بص على ركز في البول معايا ولا مش معايا الا اذا وانا كاتب كده برضو الا اذا كان من الاخوه ليه بقى انا مدخنين لان الاخوه مدخنين على طول بيقول يا حبيبي واسع واسع مع مصر كلها مش معاك انت بس معايا ولا مش معايا وبرضو ممكن ما يوسعش وما تظلمهاش برضو بنادر يعني انا ممكن تبقى ضربه مفيد ضربه مفيد مش هياخد ضربه كده فخد بالك ان انت عندك السمباثيك دايما افتكرها انا بقول كده عشان تفتكر ان السمباثيك لما يزيد يوسع بيوبل تلاقي البيوبل واسع شويه معايا ولا مش معايا فالمهم انت عارف حتى لو عايزين نطلع في كلام رومانسي شويه انت ساعات ما تحب واحده قوي تشوفها بتحلو تعرفين الظاهره دي ليه تعودت عشان لا مش تعودت تعودت مش هتشوفها حلو حصل لك دلوقتي اللي هو بتحصل ايه هي وزن ليميت على فكره ليه لان لما تحب واحده بتحبها البيوبل بيوسع فالبيوبل لما يوسع بيدي شكل احلى الناس اللي بتركز في التفاصيل الصغيره دي انت عارف ان هو البيوبل هو واسع فبتدي شكل احسن عشان كده دايما الاماكن الرومانسيه تلاقيها مظلمه عمرك شفت مكان الرومانسي منور قوي عشان انت في اماكن ضلمه بيبقى تلاقيه بيوسع فبتبقى فاكرينها شكل احسن فالمهم ده كده اللي هو ايه بقى سي ان اس فيقول لك سي ان اس ده التزييف بس سي ان اس عمل ايه بقى يا جماعه؟ بيخليك نعسان على طول مصدع على طول بيوبلك واسع على طول في القلب بقى بيحصل ايه؟ السيروس الكارولا بسيط بيعمل ايه في البلاد فيسل لسه انت قايل فازو ايه؟ دايليتيشن فازو دايليتيشن يقوم يعمل ايه الفازو دايليتيشن ده؟ كونجيشن هيعمل هايبر دايناميك سيركوليشن غير عشان كده برضه الاخوه المدخنين على طول عنده هايبر دايناميك ايه يا جماعه؟ سيركوليشن ويجي يقول لك ايه ده انا بنام مش عارف يا دكتور بيحصل حاجه اجي انام احس ان انا قلبي بيرزع في المخده جامد من ضمن الحاجات اللي فعلا فعلا يا دكتور الحكايه دي هو ايه يا جماعه؟ في اللي هو ان انا بحس ان قلبي بيرزع ايه يا جماعه؟ جامد جدا في المخده معايا ليه بقى ممكن السجاير تعمل كده؟ عشان كده يقول لك ايه يا جماعه؟ وبلاحظ هو نفسه في ناس بيبقوا عندهم عاده سيئه جدا يجي قبل النوم هو متعود كده قبل النوم وشارب له يطلع بلكونه يشرب له سجارتين كده معايا يقول لك بقى مشرب سجاره النوم ويقوم داخل ايه يا جماعه؟ ينام يجي يدخل ينام يلاقي نفسه ايه يا جماعه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن واضح ولا مش واضح؟ ازاي بيحصل هايبر دايناميك؟ مش فاهم لان هو بيعمل فاز دايليتيشن زي الهايبوكس يعني الهايبوكس برضه نفس الكلام يحصل فاز دايليتيشن فلما يحصل فاز دايليتيشن الدم هيجري بسرعه هايبر دايناميك سيركوليشن طيب ندخل بقى بعد كده في حاجه مهمه جدا بيعمل ايه في الهايبر تاثيره الكارديو فاسكولاري
يعمل ايه في العين؟ لا دايما ما في كونجيشن فتلاقي البلاط شكل يا جماعه الاخوه المدخنين مش بس كده تعرفوا من عينهم ازاي بقى عين ورمه عينيه لا مش ورمه عينيه حمراء وبيوب الواسع واضح ولا مش واضح بيوب الواسع وايه يا جماعه وعين حمراء ده اللي هو على طول كده تعرف ان هو من الاخوه ليه يا جماعه المدخنين باستمرار كده تلاقي على طول عينيه حمراء ايه مش كلهم طبعا لا طبعا مش كلهم ايوه طبعا بس هو انا اما بقول كده مش معنى كده ان كلهم بس اللي هم الناس الاصيل اللي هو بس خد بالك ايوه اللي هو المراحل ما طبعا مراحل اللي هو الاصيل او اللي دخل بقاله كتير قوي وبيدخل بذمه وبيدخل كويس ولازم تواظبه فده كده اللي هو يا جماعه الهايبوكسيا والهايبر كابنيا بصوا بقى يا جماعه خليكم بقى معايا يا شباب لما يجي سؤال في الامتحان طب الانفستيجيشنز انفستيجيشنز والاستمرارات الفنيه قلنا اي بي جي وايه بقى كمان لما يجي يجيب لك حاله مثلا استمرارات الفنيه كده وانفستيجيشن فور ذا كوز اهم سبب اللي هو ايه سي او بي هو سي او بي دي خد بالك الاسبيراتور فيلير والسي او بي دي هو كلمه واحده بس المفروض تكتبهم بقى اه بتاع سي او بي دي بس على حسب بقى درجه السؤال اللي هو هل نبدا مثلا بالمونري فانكشن تيست حتى فاكر بالمونري طبعا بالمونري فانكشن تيست اللي بقى حبيتنا بقى يعني بجد يا جماعه بجد اللي يذاكر انفستيجيشن في الشيست ده لا يستحق ان يكون طبيبا اي انفستيجيشن اي مرض في الشيست ده ما بذاكرش والله ما تذكرش خالص يعني وما تدفعش كلام اي حد يا جماعه خد بالك اللي هو ايه وان الشيست يا ابني ما تذكرش انفستيجيشنز خالص ذاكر حاجات ثانيه ذاكر تريتمنت ركز عليه يبقى احسن يعني تريتمنت بتاع الريسبيراتور فيلير اي كلام سيبك منه لان طبعا هتعالج السبب وبنتليت تدي اكسجين في حاجه ساعات بيعملوها لل وبتتعمل على فكره اللي هي الريسبيراتور اكسرسايز انت واحد لما يجي لك واحد مثلا هو اصلا عنده ريسبيراتور فيلير وما بيشغلش خالص يعني العمليه عنده ايه يا جماعه ما بياخدش نفس فمش عايز تراجع ريسبيراتوري مصر مره واحده تشتغل تقوم تعمل ايه بقى ريسبيراتوري اكسرسايز هنمرن جهازك التنفسي شويه يعني ايه هنمرن جهازك التنفسي شويه يعني لو مثلا تبدا معاه بايه يا جماعه عارفين شفتوا في الرمادات الجهاز ده بلالين اللي هو انبوبه كده انبوبه وطبعا منها ثلاث بلالين واخد بالك انبوبه زي دي كده وينفخ فيها طلع فيها بالونه هنا وبالونه هنا انبوبه هنا وانبوبه هنا صغيره فتقول له ايه شوف يا عم انبوب انت النهارده عايزك تطلع لي الانبوبه دي بس تقعد تنفخ تطلع البالونه دي بس طب والبالونه دي ودي قول له لا مش عايزينها النهارده خالص هنقعد يومين ثلاثه بنطلع البالونه دي بعد كده تطلع البالونه في النص ينفخ اكبر شويه بعد كده تطلع في الاخر طلع في الاخر لا خلاص بعد انت بطل يا معلم دلوقتي كده بقينا خلاص بقينا 10 ده انت ممكن تبقى بتريكر دلوقتي فهو ده كده اللي هو الريسبيراتور اكسرسايز وعلى فكره شفتوها في الروندات حد شافها هو غالبا الجهاز بيتاخد العيال بياخدوه العيال او بيقولوا ياخدوه بس هو الجهاز ده حاجات كده اللي هو حاجه سهله وريسبيراتور مصر يعني اه زي ده اللي هو بيقعد يصفر بس هيصفر هيعمل دوشه في الباب ده انما هيعمل شويه كده عشان فاصل دايليشن يعني بس فده كده اللي هو ايه يا جماعه ريسبيراتوري في موضوع ريسبيراتوري فجاه ندخل بقى بعديه على طول يبقى احنا النهارده خدنا ايه؟ اكيوت سيفير ازمه خدنا ايه كمان؟ ريسبيراتوري فجاه موضوع سهل جدا اشوفكم بقى فاكرين ولا عالج الاكيوت سيفير ازمه ست حاجات خاصه عالم انا بحب كده يا جماعه واكتبه انا دايما على فكره من انصار حاجه ودايما بقول الكلمه دي والله فعلا والكلمه دي صح فعلا انت بتذاكر المره الاولى عشان المره الثانيه مش عشان تدخل الامتحان اوعى تفتكر ان انت بتذاكر دلوقتي مش هتدخل الامتحان دلوقتي الامتحان لسه يا جماعه انت عارفين الامتحان امتى هتمدرك الامتحان امتى بعد سنه ما تعرفش يا عالم الا سنه 12 شهر برافو تفصيله يا عم شكري فالمهم سنه فاللي هو فانت بتتكلم في ايه يا جماعه؟ فانت بتذاكر دلوقتي عشان المره الثانيه ايه بقى؟ لا تبقى انت معلم كل الحاجات دي عارف انت هتذاكر ايه ومش هتذاكر ايه؟ يعني خلاص انا هذاكر في البرونكا الازمه كنت في الازمه اقعد ست حاجات مش هذاكر منهم خمسه اقراهم بسرعه لكن هي مدي فلويد كان فيه كام حاجه؟ حاجتين جلوكوز ومتاسيل الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت الاكيوت سيفير ازمه هم كانوا كويس حاجه او اكيوت سيفير ازمه بيك اكسبيراتوري فلو ريت وتاكبني تاكيكارديا ومحيطش او جمل طب والنير فيتال ازمه هيبقى واللايف سيريترين كان بيبقى بيك اكسبيراتوري فلو ريت قد ايه؟ اقل من 30% معايا؟ لا ده دي ال ايه الادويه اللي تعمل برونكا الازمه؟ ايه؟ الادويه اللي بتجيب برونكا الازمه؟ طب ايه الادويه الاسبرين طبعا؟ طب ايه الادويه؟ ايه الاوكيوبيشنال ممكن كده الشغل اللي ممكن الماشين طبعا حاجعين والسموكينج مش مهنه اللي هو ايه يا جماعه انت قصدك ممكن مثلا اللي شغالين في الهاوش ماشي ممكن برضه يبقى كده بالظبط طيب مثلا يعني حاجات بسيطه
طب هو عموما ندخل بقى في موضوع مهم جدا للتي بي. دول التي بي النهارده يلا يلا بصوا يا جماعه السموك نبدا بملخص الحدوته بتاعت التي بي. السموكينج ده علينا كزيش؟ لا 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 هو الهازارد في السموكينج ده حاجه يا جماعه في الاخر في المراجعه بس كل حاجه حلوه مراجعات الباقي بس هازارد في السموكينج ده اللي هو 65 الباقي المهم ايه يا دكتور؟ في حاجه في كتاب بصوا يا جماعه في عندكم بس خلينا في المراجعه احسن بعد ما اخلص شغل المراجعه ما اخدهاش والله لا انا مثلا حضرتك اجي مثلا واحنا بنحل اسئله اقول لك عشان تقفل السؤال ده هنزود دارك سايد اوف اوكسجين او طاقه قبل كده فاحنا مذاكرين بس الحته بتاعت الاثار الجانبيه بتاعت الاكسجين تاخد بالك هو ده ليه ده ليه مش عشان هي مهمه عشان تتميز لان مش كتير هيكتب دارك سايد اوف اوكسجين مثلا تبقى انت يا دوب مذاكر سكيم شوف سكيم اللي هو اقرا ونصحي واحنا عارفين اللي فيها بس كاتب حاجات جامده دارك سايد اوف اوكسجين والراجل صح يا سلام تاخد بالك ففي حاجات كده بس فهو بقى التي بي فالمونري تي بي تيوبركلوزس دايما انا بقول تيوبركلوزس ده حاجه بس ركزوا بقى تركيز غير عادي لان الموضوع ده مهم جدا بقى الفايبروزس وعلى فكره حصه بكره طبعا مهمه قوي لان بكره انترستيشنال لانج ديزيز واللي هو الفايبروز طبعا ده مهم جدا والموضه اليومين دول بقى بيجي كتير في الامتحان ولانج كولابس وتموتسز احنا بكره لو خدنا حصه كبيره بس مش هناخد حصه كبيره عندنا الساعه 12 حد بقى لا 11 ونص عشان نبدا 12 ما هو اصلا نص اصلا الراوند الصبح بيخلص 11 ماشي يبقى 11 ونص نبدا 12 بالظبط 12 بنكون بادئين بنشرح نخلص اثنين كده هنحتاج كمان حصه نخلص شيست اللي هي الاربع الحصه بتاعتنا الساعه اللي هي العاديه الاربع اجازه بس هنخلص شيست كله الاربع لو بكره هنعمل حصه كبيره هنخلص كله لا لا عايزين احنا نذاكر بكره والخميس او الخميس ايه بص 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 يا بص يا بص بص شكري اللي هو فما تنساش بس بسلمه اربع حاجات عشان انا زعلت يا دكتور سالت روتي؟ اه انا قاعد كده في لا هو قاعد اشرح وانت لا لا انت مركز والله ممكن ريبوك انت ايه؟ ممكن ريبوك لا والله عنده اه بس الاحسن يبقى من مكان يكون فيه سنو اصلا يعني اللي هو عشان تبقى اللي هي طب زي ايه ده ازاي في سنو؟ ما عارف ممكن سويسرلاند بقى ممكن سويسرلاند مثلا او بس برشلونه ما فيهاش لا الحزيم من هنا يا ابني ما انا اجيب من هنا من هنا هو اوقات ممكن يكون مسك في المطار ممكن ممكن نطلب كاوردر خلاص ممكن نطلب كاوردر هنا خلاص يا عم اصل انت في هناك حاجه ما بتجيش غير من بره حاجه ممكن ما لا لا بس ثاني بوك بس ثاني يطلب يطلب كاوردر ثاني بوك بص بقى يا جماعه بص بقى حاجات والله بريئه جدا تمام بصوا بقى يا جماعه نبدا بقى نتكلم عن تيوبركلوزس تيوبركلوزس او تي بي من موضوع مهم بس انا دايما اقول كلمه بقى تيوبركلوزس ما ينفعش تذاكره بالطريقه التقليديه تلاقي دايما الطالب او حتى هو بيتشرح كده تبدا بالمقدمه بتاعت التي بي وتقعد من الحاجات اللي هي ايه وان التي بي وهذا الاورجانيزم بينتقل ازاي وبيعيش ازاي والبرايمري وبعدين سكندري والجونز مش عارف ايه وبعدين الباثولوجي بتاعه ثلاث مراحل وبيجي كل الكلام ده احنا بنجنزله وكلينيكال بيكتشر وبعدين بص يا ابني الموضوع ده دايما اشرحه من اخر للاول مش من اول للاخر ليه؟ لان خد بالك كل الكلام ده احمد الجنزبيل ما يهمنيش ما يهمنيش في البطنه على الاقل اللي بيجي في الامتحان هم عنوانين تريتمنت اولا انفستيجيشن ثانيا ثم ممكن وده قليل جدا ويبقى سهل قوي لانه بيعمل كل حاجه كلينيكال بيتش فانا دايما حتى بقول وانت بتذاكره الموضوع ده بالذات ما تعملش بقى زي الطلبه اللي هو قاعدين بتذاكر في المقدمه ونقعد سنين نذاكر فيها وتيجي على الانفستيجيشن تتعب وتيجي على التريتمنت تتكروته دايما تدخل الامتحان تلاقي تريتمنت والانفستيجيشن فدايما الموضوع ده بالذات ابداه من الاخر للاول انا هشرحه من الاخر للاول يعني ايه من الاخر للاول يعني انا اشرح تريتمنت بعد التريتمنت هيبقى ايه انفستيجيشن بعد الانفستيجيشن هيبقى ايه كلينيكال بيكتشر بعدين باثولوجي بعدين ايتيولوجي بعدين ايه هو الاورجانيزم يا جماعه هنبدا هو من الاخر للاول وانت هتذاكر برضه من الاخر للاول بس برضه عايزين نبدا في الاول المقدمه المكتوبه عندكم دي هو التي بي طبعا عارفين انتم المايكوبكتيريا يا جماعه تيوبركلوز بينتقل ازاي اول حاجه تي بي ده بينتقل ازاي اورجانيزم بيبقى ايه يا جماعه دروبليت انفكشن طبعا اللي هو دروبليت انفكشن يعني ايه اخطر حاجه تفكر فيها الكحه مثلا واحد يكح في وشه تعرف الكحه الواحده وانا كاتب الكلام هنا بتطلع 3500 ليوكوليال تعرف تي بي ده مش حاجه بنجري وراها بالشبشب حاجه ايه حاجه كده اللي هو رصاص كده يطلع 3500 ليوكوليال انت عارف يا جماعه يعني واحد كح في وشك كانه بيتكلم خمس دقايق في وشك
انت واخد بالك؟ فالكحه الواحده دي فظيعه على واحد عنده كبير، خد بالك من الموضوع ده كويس قوي. فالمهم وانت عارف الشعب المصري بيجي كحه حتى مش اللي هو في وشك كده، فممكن عنده تي بي يجيب لك تي بي على طول. طبعا ممكن فيه برضو بينتقل عن طريق يا جماعه اللبن. لبن هو الكلام بقى طب المطبخ اللي هو ايه الكلام الفارغ اللي انتوا عارفينه ده، طب اللبن وما تغليش اللبن كويس والكلام الفارغ ده اللي هو اللي ما بيغليش او اللي بيتعاملوا مع الحيوانات كتير والبهايم كتير وكده. فالمهم ده يا جماعه انت عارف ان اللبن في التي بي ده يستحمل درجه الحراره المباشره لمده قد ايه موت يعني دقائق معدوده. سنتين ايه درجه الحراره المباشره دي سنتين تقتل الشمس 10 دقائق لتلت ساعه غليان اللبن يعني اما تغلي اللبن 10 دقائق يقتل برضو اي تي بي بس 10 دقائق سيبه مغلي يعني عشان كده دايما اللبن عادي ما بتجيبه لازم يبقى كده كلام كله كلام فارغ. المهم مين الاكثر عرضه اه طبعا ما البصله اه بس لو هتقلي لو بالغليان اللي هو بقى اللبن العادي اللي هو ده لازم بقى تغلي اللي هو من 10 دقائق ل 20 دقيقه بس اللي ليه يعني لا مش فور بس اه عشان كده الافضل طبعا مليون مره اللبن المبصر لان هو انما ده لازم بقى تغليه اللي هو بقى 20 دقيقه تفضل تغلي فيه عشان تي في ده يبدا ان هو يموت لانه هيموت في بتاع او تجيب اللبن بقى تعمل له بصر بقى الاشعه فوق البنفسجيه اللي انت ممكن برضه تقتل التي في. فالمهم ممكن الكلام ده كله كلام فارغ. مين الاكثر عرضه مين اللي ممكن يا جماعه معرضين ان يجي لهم تي في؟ واحد طبعا اللي عامل الزمن ايدج بيبقى انت الاكستريمز دايما يعني الصغيرين واللي يا جماعه والكبار او واحد مناعته متنيله ب 60 نيله اميونو كومبرومايزد معايا او اللي هو بقى بيبقى ايه يا جماعه مش ستاندرد ايه هاوسنج نفسه تحس ان هو برده اللي هو مثلا مفيش شمس داخله مفيش زحمه اوفر الكلام ده كله. ممكن كمان من الحاجات اللي تنقل التي بي العادات السيئه زي الشيشه طبعا ومن اهم حاجه وتلاقي بقى واحد ايه شيشه مثلا يقول لك لا اصل انا معايا اللاي الطب بتاعي الطب ايه؟ الاورجانيزم جوه الميه هو الاورجانيزم انا مش فاهم ايه ده المبسم كان زمان المبسم بتاعه في سعيد او بتاع المبسم ده واللاي اللي هو او يغير الميه ده كلام اللي هو الكلام ده يا ابني طبعا ده كله كلام فارغ يعني الالكوهول طبعا من الحاجات برضه اللي ممكن تبقى تخليه العادات السيئه هيبقى في الشيشه نفسها في الخراج راجل الشيشه نفسها هو بيسمع بياخده يعني ما هو اورجانيزم ايوه ده جوه يعني شيشه واحده وبيتكاثر دكتور انا دلوقتي عندي تي بي انا مسكت الشيشه انا بص ما تعرفش في دماغه ناس يا بره ان هو ايه ما هم مبرراتيه اه هو ايه يا دكتور فعلا لك فعلا انا بسحب لما هو واحد خد هو بس يا ابني شد لا مش انت مش تنفع موضوع الدخان وتنضف الحلقه ما تبررش الناس ما هو ده هو كده طب انا كده كده هو ايه بس انا هو جاب الشيشه تبقى حلوه لو انت الشيشه بتاعتك برجت اه ده كويس في حد ذاته ده معلوم يعني الشيشه الرايد طول ده انما اه طبعا بس بينه وبينك ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني اللي برضه كويس يعني برضه مش عايزين نسود اللي ما يبقى معاك اللي طبي واي دكتور محترم طبعا تلاقي في الشنطه بتاعته سماعه لازم ده بصوا بقى يا جماعه التي بي ايه الباثولوجي بتاعه كان الاورجانيزم كل ده يا جماعه كان فارغ كل ده عايز حد يبص له ورا يقراه اللي هو الاورجانيزم كان بيدخل الاول في حاجه اسمها برايمري تي بي اللي انتوا خدتوها في الاطفال اورجانيزم بيدخل فمين يروح يهاجمه على طول الماكروفاج تروح تهاجمه بس هل كان بتنجح؟ لا لانه اورجانيزم خدته ان هو رخم يقوم الماكروفاج تصدمه تصدمه كده تحوطه يقوم هو ممكن يحصل له ريأكتيفيشن في ثانيه معايا لان 20% منه بيبقى عايش جوه الاورجانيزم عايش جوه ولما يبقى عايش جوه ويبدا يتنقل بقى في الحته دي يروح فين بقى؟ للليمف نود وهو رايح في الليمف نود طبعا بقى كان بيعمل حاجه اسمها اللي هو ايه يا جماعه الفوكس فاكرينها الفوكس الفوكس اللي هي كانت عباره عن ايه كان زمان الواحد هيك هو وانت خدت الكلام ده بكره في الباثولوجي فاكرين الكلام ده ويدخل واحد يقعد يشرح في حاجات انا الكلام ده كان ليه فوكس يقول يا جماعه كانت عباره عن جرانيروما حاجه كده كازيشن في النص واخدين بالكم كنا نقعد والكلام ده مش عارف ايه امتى يعني وبعد كده يقول لك وكان في شويه بايه ليمفوسايت وبعدين يقول لك خدوا بالكم كنا نرسم وبعدين يقول لنا ايه خدوا بالكم بيحصل حاجه اسمها جاينت سيل ده انا فاكر كمان ايه جاينت سيل بيقول لك مين شاطر يا جماعه يقول الجاينت سيل دي تمتاز بايه؟ انها مالتي ايوه مالتي نيوكليتد يعني كان ويقعد يرسم النيوكليوي كده بتبقى كذا واحده يا جماعه ويقعد يظلل واحنا قاعدين نرسم وبعدين يا جماعه كان بيبقى فيه شويه فايبروزس دي كده اللي هي منظر ايه؟ ونفضل بقى اه وحاجات ونفضل بقى الكلام ده كله كل الكلام ده قبل يستبدل 12 مريض انا مال امي يعني لما يجي يقول لك هي ابني عباره عن ايه جون سيل ولا عباره عن ايه بتاع كل ده كلام فارغ المهم دي اللي اسمها جونز فوكس هذه الفوكس تنتقل تعمل حاجه اسمها ليمفانجايتس وهي ماشيه في الليمفاتكس الى ان تصل لليمف نوت وتعمل حاجه اسمها ايه بقى ليمفادنايتس مش ده كان الثالوثي او الثالوث بيسموه ايه الثلاثي الثلاثي بتاع البرايمري تي دي كان عباره عن فوكس ليمفانجايتس ليمفادنايتس
فاكرين الكلام ده ولا لا؟ شكلكم ما كنتوش فاكرين الحاجه. فده كده اللي هم ايه يا جماعه؟ عشان كده ده اللي هو اسمه برايمري تي في. هي ما مصير البرايمري تي في؟ هيلينج فايبروزس وممكن يعمل كالسيفيكيشن. بس المشكله زي ما انا قلت لكم 20% بيبقى اللي هو لابد في الدره. لابد في الدره ومستني ايه بقى؟ يا اما اكتيفيشن او مناعه تكتيل، يا اما امدادات خارجيه يحصل ري انفكشن. معايا ولا مش معايا؟ ري انفكشن او اعدادات خارجيه او امدادات خارجيه تقوم تخليه يعمل ايه يا جماعه؟ بوست برايمري تي بي. وهو ده اللي بيجي في الاضل بقى. واضح ولا مش واضح؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هنقولها بس بعد ما نخلص ايه بقى؟ ده اللي هو الحدوته بتاعت التي بي بكل بساطه وبكل ايه؟ وبكل شياكه. انما احنا نبدا الموضوع زي ما اتفقنا من اخر ايه يا جماعه؟ للاول. نبدا نتكلم عن التريتمنت اوف تي بي. بصوا بقى يا جماعه ركزوا بقى معايا تركيز غير عادي لان السؤال ده بيجي في الامتحانات كتير. انتي توبركلوز دراجز ونبدا طبعا بروفلاكتيك وثرابيوتيك. نخش على الفرع ثرابيوتيك اللي هي ايه؟ ما احنا هنبدا من الاخر الاول. اما تيجي تقول لك الانتي توبركلوز دراجز تتكلم عن الانتي توبركلوز دراجز انت بتتكلم عن خمس حاجات. كم حاجه؟ خمس حاجات. عايزين بقى كالكتاب نطلع حافظينهم. ايه هم الخمس حاجات؟ اول حاجه القواعد الاساسيه. وبعد القواعد الاساسيه هيبقى في ايه يا جماعه؟ الادويه. وبعد الادويه الريجمنت اللي هتمشي عليه. وبعدين التي بي اند كورتيزون، ندي كورتيزون امتى؟ وبعدين هنتكلم برضو عن حاجه اسمها انسيرتن سيتويشنز، يعني في بعض المواقف واحده حامل مثلا تاخد ايه بالظبط؟ واحد عنده ليفر، واحد عنده. فالمهم هنبدا لازم اما يجي يقول لك في الامتحان انتي توبركلوز دراجز انت بتتكلم عن كام نقطه؟ خمس نقط. النقطه الاولى اللي هي ايه بقى؟ النقطة الأولى ودي مهمة جدا القواعد الأساسية. إيه القواعد الأساسية اللي هنمشي عليها؟ عشان ما تنساش. اتنين بحرف السي، اتنين بحرف البي. اتنين بحرف السي اللي هما إيه؟ كونتينيوس. خد بالك لازم كونتينيوس وفي نفس الوقت بيبقى إيه يا جماعة؟ كومباين. يعني ما ينفعش دواء واحد. مش حاجة اسمها أنتي توبركلوز دراجز واحد، لازم تاخد إيه يا جماعة؟ كذا دواء مع بعض. وكونتينيوس لازم ورا بعض ما ينفعش توقف. وبعد كده اتنين بحرف البي اللي هما إيه بقى؟ لازم بروبرتيز. وعشان كده عندي لكم خبر مؤلم. مش تكتب له ان هو لازم الجرعات النموذجيه ويجي راجل يدور على جرعات في ورقه الاجابه كلها يقول ما لهاش. هيتجنن، يجي يقول لك جاهز هيكتبها في الجراحه، يجي يلاقيك في الجراحه مش كاتبها برضه. هيتجنن الراجل في الاخر يديك صفر، طب ادي صفر اهو. فلازم بروبر دوز. عندي ليك خبر وحش ان لازم تحفظ الجرعات. ولازم برولونجت كمان. برولونجت طبعا دي يعني لازم ايه؟ فتره كبيره، وما دام فتره كبيره يبقى عندي ليك خبر مؤلم تاني. لازم تحفظ السايد افكت وتيجي في الام اس كيو طبعا. معايا ولا مش معايا؟ طيب خد بالك بقى. ايه الادويه اللي بتعالج التي بي؟ أيوة. الادويه اللي بتعالج التي بي كان في فيرست لاين وكان في سكند لاين. فيرست لاين اللي هي الادويه الاساسيه، سكند لاين اللي هي الاحتياطيه. يعني لو اتزنقت مثلا في لعيب كوره بتطلع الاساسي وتنزل مكانه ايه يا جماعه؟ واحد احتياطي. الاساسيه سهله قوي. أيوة. لان التي بي كان مرض من امراض الجهاز التنفسي ولا الجهاز التناسلي؟ التنفسي. يبقى اذا الخمس ادويه هيبقوا ايه يا جماعه؟ اول خمس حروف في كلمه ريسبيريشن. صح ولا غلط؟ ريسبيريشن. عشان لو نسيت دواء وخط دكاتره اول حرف عارفه وخط دكاتره بقى، ايه هي الادويه دي؟ ريسبيريشن، ريفامبيسين، ايسامبيتول، ستريبتومايسين، بايريزينامايد، اي ان اتش. ريفامبيسين صح ولا غلط؟ يبقى ده كده اللي هو ريفامبيسين اول واحد. وبعدين هم اول خمس حروف كلمه ايه يا جماعه؟ ريسبيريشن. ريفامبيسين، ايسامبيتول، ستريبتومايسين، بايريزينامايد، اي ان اتش. واضح ولا مش واضح؟ نسيت واحد فيهم؟ خط دكاتره بقى، يعني غالبا بيتنسي البي ده. فالبي خط دكاتره، بايريزينامايد. حلو الكلام؟ سكند لاين كانوا ايه؟ حد فاكرهم؟ سكند لاين ادويه اللي هي الاحتياطي. كانوا خمسه برضه، كانوا اكتر من خمسه بس هنخليهم خمسه. خدنا عارفين عشان تفتكرهم انا دايما بقول ايه؟ فاكر فيلم تايتانيك؟ كيت وينسلت والبطل كان مين بقى؟ ليوناردو دي كابريو. فاكرك باول ده. جاك. لا مش اسمه في الفيلم ليوناردو دي كابريو. ليوناردو دي كابريو اللي هو اسمه لا مش اسمه اللي هو كان اسمه ليوناردو دي كابريو. تقوم تفكر بكابريو مايسن من مره والله لا انسى. بعد الامتحان وليت برضو واحده ايه وبتسمع خمسه وخمسه فاول واحد فيهم ليوناردو مايسن. وبعدين اللي هو ليوناردو اه والله اللي هو ممكن اطيح اه والله زمان الراجل عارف كنت فيها فاسمه كابريو مايسن. معايا؟ تقوم كابريو مايسن. كابريو مش ليوناردو مايسن. اقسم بالله تضحكوا والله هتلاقي ناس كده والله ليوناردو مايسن. فده كابريو مايسن. توم كابريو مايسن وتايتانيك وسينما وسينما ركزوا بقى معايا. اشهر مهرجان في العالم كان في فرنسا. اقول لك كان مايسن. توم كان مايسن تفكرك بتاني اشهر مهرجان سينما في العالم. فايو مهرجان فايو في استراليا. في استراليا في استراليا في استراليا طيبين قوي مع بعض. تاني اشهر مهرجان في العالم هو مهرجان ايه يا جماعه؟ فايو استراليا.
فالمهم ده كده هو يبقى فاي ومايسن. يبقى احنا عندنا فيه يا جماعه كابري ومايسن، كان مايسن مهرجان كان في فرنسا، فايو مايسن مهرجان فايو في باكستان. وبعدين طبعا اجواء السينما والفن والفنانين والفنانات بس بس اللي هو عباره امينو ساسيليك اسيد ولا ايه يا عم رادر اللي هو ايه عباره امينو ساسيليك اسيد لا يا عم راح يتزحلق في بلندا. لا لا مش عارف بس فاللي هو بس عباره امينو ساسيليك اسيد. وطبعا برضه مهرجان السينما والفن والفنانين والفنانات تبقى سيبرو فلوكساسين. فدول كده اللي هم الخمس حاجات دول. عندنا بقى ايه يا جماعه؟ يبقى عندنا اول خمسه اللي هم بتوع الفيرست لاين. الفيرست لاين اللي هي ايه يا جماعه؟ ركزوا بقى معايا يا دكاتره، ركزوا معايا. اول خمسه في اللي هو ايه في كلمه ايه؟ ريس باي نيشن. سهله؟ طب والسكند لاين قلنا كابريو مايسن، كان مايسن، مايو مايسن، وايه كمان؟ وباس، وايه كمان؟ وسيمبو فلوكساسين. في بقى حاجه عايز اقولها بقى، اللي انا عايز اقوله ان انت لازم تحفظ ايه؟ الدوزس سايد افكت. ودي بقى اللي هي ايه؟ وطبعا معاكم الرب بقى، معاكم الرب تحفظ الدوزس. لازم تحفظ الدوزس ولازم تحفظ الايه يا جماعه؟ السايد افكت اللي انا بتيجي في الام اس كيو. الدوزس على فكره لازم تحفظها، بس انا هحاول اقولها لك بطريقه سهله عشان تبقى بطريقه سهله عمرك ما تنساها. ركز بقى معايا لان لازم تحفظ الجرعات، لان انت نفسك كاتب امبروبر ايه؟ ده لازم تحفظ. طب ايه بقى الجرعات دي بقى؟ يقول لك دوزس عشان تبقى سهله رتبهم بس من الاشهر فالاقل شهره. يعني هم واقف في اللجنه يا رجاله كام واحد يعرف الاي ناتش؟ تلاقي معظم الناس رفع ايديها. طب الريفامبيسين تلاقي كام واحد نزل ايديه. طب اليوم اللي طب اقول لكم على حاجه، رتبهم ترتيب حلو قوي بس ممكن يبقى فال وحش فسامحوني لانه فال وحش. فارسل ارسل اللي هي جايه من مصر. ارسل اللي هي جايه من مصر. لا لا انت لما بترتبهم بالترتيب ده ارسل بقت سهله. اي ناتش، ريفامبيسين، استربتومايسين، ايسامبيتول، بايريزرامايد. وسهل قوي بقى لان الاي ان اتش الجرعه بتاعته كام؟ 5 مللي جرام بس لكل كيلو جرام. افتكر الكلمه دي، 5 مللي جرام، 5 مللي جرام لكل كيلو جرام. ركزوا بقى معايا يا جماعه، الاي ان اتش 5 مللي جرام لكل كيلو جرام، يبقى الريفامبيسين كام؟ 10. يبقى الاستربتومايسين كام؟ 15. يبقى الايسامبيتول كام؟ 20. يبقى البايريزان زمان كنت عرفتوا بقى انا بعمل ايه؟ يبقى البايريزان مايت كام؟ اهو شفت شكري عرفت فين بدا ايه فبقى عملت ايه؟ طيب عندنا الاي ان اتش 5، الريفامبيسين 10، الاستربتومايسين 15، 20، 25. خد بالك ملي جرام لكل كيلو جرام. وخد بالك في الامتحان ما تستهبلش في الامتحان بقى، مش تدخل فيهم كاتبهم لي كده. الراجل قاعد كده 5 طب 0 فوق اهو عشان تبقى 0 5. فانت لو ما تستفزش الراجل ما تخلوش يا جماعه. اول نص في امتحان انت واحد بتصحح ولقيت الطالب يا جماعه 5 10 15 اللي هو حياته هو قاعد بقى. طب والله بص هو كبرت شويه مش هتيجي درجه. بين له ان انت بتبذل مجهود في المذاكره. اه مش ان انت كده يا جماعه، لان الاستاذ الشاذ حافظهم كده كده. لما تيجي تقول له مثلا بايريزرامايد هو حافظه 25 25 بيقول له على طول. فانت شعلطهم 26 لخبطت يعني ايه شعلطهم؟ شعلطهم في المبادئ من تحت لفوق 25 لا انما تشعلطهم مع بعض يعني مره اي نتش رفع وانت مرتبهم في دماغك تكتبهم. بس هو بيقرا ده 5 20 بعدين 5 10 15 بعدين 5 هيقول لك 1 14 ده حتى مش حافظ جرعه الدواء واحد، ده حافظ الخمسه. مع ان انت اللي هو اه برنس اللي هو ايه يا جماعه؟ فانت اللي هو مترتب وبرده خليك ذكي. مفيش حاجه اسمها 5، خليها 5 10، خليها مثلا 10 15، خليها 25. تعرف البيرازرومايد خليها 25 35 4. خلي الرينج اللي هو ايه يا جماعه؟ يبقى رينج كده يعني خليك زيك وانت بتحلل. زي ما بقول لك لما يبقى في كذا ما تكتبهملوش ايه كده وكده كده. في الاطفال قالوا لنا اول ثلاث ادويه من 10 ل 20 الدوائين اللي في الاخر من 20 ل 40. طب احنا بقى قلنا كل ده في الام اس كيو اصلا في الامتحان كانت كده بالظبط. هو احفظها بقى ايه يا جماعه؟ 5 10 15 20 25. حد فاكر جرعه كورتيزون في النفروتك بمناسبه الاطفال؟ ايه؟ كورتيزون في النفروتكس 100 ما شفتش امتحان ام اس كيو ما فيهوش اسئله على سايد افكت وفي انتي توبركلوزس. لازم اتقش تحفظهم ازاي؟ بس اللي كان بيالف الحته دي كان ابن حلال قوي، لان كل دواء تعرف سايد افكت من اسمه. يعني ايه الكلام ده؟ وانتوا نفسكم هشوف دماغكم برده دلوقتي. اما اقول مثلا اي ان اتش اي ان اتش اي ان اتش يعني خلص كلام.
يعني مثلا ان اللي هي ايه نيوروباثي هي بقى توكسيك. طب ليه مش تفرق؟ بلاش اقول لكم حاجه. ريفام بيسين ريفام بيسين جي اي تي ايرور روتيشن. شفت ريفام بيسين جي اي تي ايرور روتيشن. وانا بتقل الاعراض حتى معايا ولا مش معايا؟ هو ممكن يستخدم في الدعم البنظر ده. طب بلاش اقول لكم حاجه. ستريبتومايسين مفيش عندك. ستريبتو مشهور. ستريبتومايسين الستريبتومايسين اول حرف اللي هو ايه يا جماعه؟ لا ركز عشان افتكر بقى. اس دي ليها شكل ايه؟ الودن. خد بالك مش الودن بس. احنا قلنا سي وشكل الكليه كده ومفيش مشاكل خالص لان زي ما بيعمل اوتوتوكسيستي بيعمل نيفروتوكسيستي. فاهم ايه؟ يقول لك ستريبتومايسين يقول يعني مثلا يجي في الام اس كيو يقول لك واحد عنده رينال فاليا ينفع ياخد ستريبتومايسين؟ لا فمسك ودن اللي هو ساكل ودن والله. لا مش عارف ايه اهي اس اهي فودن اهي فيقول لك شكل الودن بالظبط او الكليه فاوتو توكسيس. طب بلاش ايسامبيتول على فكره ايسامبيتول بيبدا بحرف الاي. الاي العضو الوحيد في جسم الانسان اللي بحرف الاي هو الاي. عشان كده يا جماعه ايسامبيتول اعمل ايه يا جماعه؟ ارسم عين يبقى على طول اوبتيك يوراكس. خد بالك عشان الامسكيو يا جماعه اصل الحاجات دي. بص يا ابني انت لو اتشقلبت في الامسكيو مش هتعرف تعمل وانت تبقى فاكر كل ده هو بيعمل ايه في اللي ده ايه اللي تقدر طبيعي يعني استفاده طبيعيه. انما انت لو بقى مذاكر بقى اي ماي ستريبتومايسين شو ده؟ ستريبتومايسين اللي هو ايه يا جماعه؟ اوتوكسيس ونيفروتوكسيس. ايسامبيتول بايريزونامايد بيراميد توب حصى جوت ايه؟ هاي بدك بص بايريزونامايد بس بايريزونامايد على ايه؟ بيراميد ثوب حصى حصاوي وكده جوت ايه ده غير الليزينيا وحاجات كده اول ما هي كده يا عم هتجوز عشان عشان المهم ده كده معديه باين زي يبقى تاني بقى شو انتي ريتيشن تاني بقى بصوا يا جماعه بتقول ايه لا انا لسه اقول لك معلومه انا لسه ما خلصتش كلهم يعتبروا باتو توكسيك كلهم معايا. هي الفكره عشان كده يا جماعه انا جايب واحد عنده ليفر دي بتبقى مشكله ليه؟ لا في واحد كده واحد بيتكلم. ما انا هقوله دلوقتي هقول لك بقى في السبيشال سيتويشنز هنقول بقى لو واحد عنده ليفر ياخد ايه؟ في حاجات اقل حنينه شويه. انما يبقى تاني بقى يا جماعه الفيرست لاين اللي هم ايه؟ احفظهم بقى صم بقى ريسبيريشنز ريفامسين سامبتول سيركومايسن بايزرمايد اي نتش. سكند لاين تاني ليوناردو كابريو. بيقول لك ايه؟ ليوناردو تبعت في الحاله ليوناردو مايسن ولا كابريو ولا كابريو كان مايسن بايو مايسن بس سيبروفلوكساسين الجرعات كان وحش بس هنعمل ايه؟ ارسم اللي جاي من اسقط اللي هو اي ار اس اي بي 5 10 15 20 25 بس في الامتحان شقلطهم مع بعض عشان ما حدش ياخد باله. من غير ما تبصوا الكتاب كده ريفامبيسين بص بقى يا سيدي لا بتوع الشيس لخبطونا في الحته دي لان جت موضه قال لك لا ده لازم نموت اتسحب وبعدين بتوع الشيس الابحاث قال لك لا ده 6 شهور كفايه الا لو وصل للدماغ او وصل مش عارف وبعدين رجعوا في كلامهم تاني قال لك لا معظم العيانين في مصر بالذات خليها 9 شهور فاحنا ماشيين على 9 شهور يقول لك ايه بقى اسمعوا الجمله الموسيقيه اللي هتتقال دلوقتي بالنسبه للادويه تتاخد ازاي بتاعت ستي بي هو لمده 9 شهور بياخد دوايين لازم لان احنا قلنا كومبايند طول ال 9 شهور ماشي على دوايين انما اسمعوا بقى الجمله الموسيقيه وطول ال 9 شهور بياخد دوايين انما في اول شهرين بنزود على الدوايين دوايين الله هو كمان في الامتحان لك وانا كمان يا ابني هديك درجتين اللي هو انت ماشي يا جماعه قول له كده في الشفا واللي هو ايه يا جماعه يعني هو طول حد فاهم انا اقصد ايه يعني هو في 9 شهور باخد دوايين ايه هم الدوايين اللي باخدهم طبعا اقصى شهره
اللي هم الفي 50 والاي ان اتش. طب بس انت لو انت عيان تي بي ورحت للدكتور، الدكتور هيقول لك ايه بقى؟ عايزين اول شهرين ندخل دخله جامده على الاورجانيزم. يعني ايه؟ يعني هتاخد اول شهرين اربع ادويه، اربع ادويه اللي هم ايه؟ نخد الاورجانيزم اللي هو ياخد اي ان اتش الفي 50 واي اثنين من الفيرست لاين او سكند لاين. طب وبقيه التسع شهور اللي هو بقت زي اللي هو سبع شهور بقى اي ان اتش والفي 50 بس. يوم هنا بقى السؤال، بصوا بقى يا جماعه والله العظيم الجزئيه اللي جايه دي ام اس كيو بقى. بص مش هتشوف امتحان ام اس كيو من غير السؤال ده. ان سبيشال سيتويشنز يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحده عندها تي بي وحامل، واحد عنده تي بي ورينال فيلير، واحد عنده تي بي وليفر. هنا بقى الحته دي يبقى انت بس احلها ازاي بقى؟ بص بقى من المفارقات الغريبه جدا، وانا انا شخصيا مش لاقي. وبصوا لي بقى هنا واسيب لكم الكتاب دلوقتي. انا شخصيا مش لاقي تفسير علمي للظاهره اللي هقولها دلوقتي، ومش كل واحد بيبعت كل حاجه ليه يعني. اللي يقول لك انا عارف كل حاجه ده يبقى كذاب يعني. بس هي كده يقول لك ايه بقى؟ بصوا يا جماعه يقول لك لو واحده، وركزوا معايا عشان السؤال ده في الام اس كيو بيلخبط جامد جدا. لو واحده شوف انا بقول ايه، واحده حامل تاخد ايه؟ المفروض واحده يعني ايه؟ شي. مع ذلك من الفرقات الغريبه جدا ان واحده حامل تاخد ايه؟ جت ازاي دي؟ انا ما اعرفش مش كل حد بيه. يعني المفروض ايه يا جماعه؟ تاخد ايه؟ يعني ايه تاخد ايه؟ معناها بيني وبينكم منطقيه. لو واحده حامل ليه؟ هي تاخد ايه؟ فهي اللي هي ايه يعني؟ لحد برضه مش فاهم انا اقصد ايه؟ هي اللي هي الاتش اللي هي ايه؟ اي ان اتش. والاي اللي هي ايه؟ اسم بي 2. يعني مش هينفع تسيب عشان كده ايه؟ مش مثلا عشان كده يقول لك ايه يا جماعه؟ قلت لك الحته دي بتلخبط ليه يا جماعه؟ لانه هيجي في الامتحان يقول لك واحده حامل، ده انت لو اتشقلبت، ده لو كلب من كلاب العين بيهوهو طول اليوم، هيجي في الام اس كيو واحده حامل فانها هتاخد اي ان اتش اسم بي 2 ستريبتومايسين اسم بي 2 الفي 50 اي ان اتش. والله لو مذاكر ايه كله هيخش بعض. انما انت فجاه صدى صوت يجي يقول لك ايه بقى؟ واحده حامل يبقى تاخد ايه اللي هي اي ام اتش ايه بتقول دي؟ من الاسئله اللي برضه في شافه لما تجاوبها بكل ثبات كده تلاقي الراجل فعلا بسيط. انت ايه حكايتك كده؟ والله ما كنتش هديك الدرجه يعني، والله ما اديك صفر اللي هو ايه يا جماعه؟ اتش واي يبقى واحده حامل. طب بصوا لسه بقى واحده حامل تاخد ايه؟ الغريبه او المفارقات الغريبه جدا جدا يقول لك ولو واحد، ركزوا بقى معايا يا جماعه، ياخد شيء بقى. واحد عنده ليفر بيتحول لشيء ياخد شيء. يبقى لو واحدة حامل تاخد ايه؟ ولو واحد عنده ليفر ياخد شيء. طبعا في اسئلة في ميركل الطب ما بتنتجيش بقى. لا واحدة، طب لو واحدة عندها ليفر تاخد شيء كله من الليفر. انا ما بتبقوش يعني. فهو ده كده. فلو واحدة حامل واحد تاخد ايه يا جماعة؟ ايه؟ طب لو واحد عنده ليفر ياخد ايه؟ يعني ايه شيء؟ خد بالك واحد عنده ليفر كل الادوية اصلا كلها اهبات توكسيك. بس يعني حنينين شوية. سيربتومايسين اي ان اتش اسم بي 2. طبعا في الام اس كيو لما يجي يقول لك واحد عنده ليفر ياخد ستريبتومايسين اي ان اتش اسم بي 2 ولا ستريبتومايسين الفي 50. طبعا عمرك ما يا جماعه انت لو كلب من كلاب العلم يعني. انما هي دي. طب بصوا بقى يا جماعه، يبقى واحد حامل وواحده حامل تاخد ايه؟ واحده حامل تاخد ايه؟ حد يقول هو ولا هي؟ طب واحد عنده ليفر شي. طب واحد وواحده، طبعا واحده واحده عندهم رينال. ده سؤال، ده سؤال فلسفي مش سؤال طبي. رينال فيلير ريفامبيسين طبعا. يوم واحد يقول لي هو الفامبيسين يتاخد في رينال فيلير ولا لا؟ هو بيعمل حاجه في الكليه بس بيستخدم عادي. الريفامبيسين الطب المصري الواقع بقى اللي ما بيحبوش برضه. يقول لك ريفامبيسين يا اولاد، ما بحبش انا الطريقه دي ابدا في الطب ولا في الشرح. ريفامبيسين يا اولاد بالار، يبقى بيعمل ايه في اليورين يا اولاد؟ ريد دي يورين اللي هي ار وار. البلد الوحيده في العالم، اقسم بالله البلد الوحيده في العالم اللي تكتب ريفامبيسين بيعمل ريد يورين المذكرات المصريه. معناه ان الفامبيسين ما بيعملش ريد يورين، بيعمل اورنج يورين. خد بالك هي الحته دي مهمه. بس يعني في بعض الناس ايه يا جماعه؟ ولو انت حتى بعض الكتب يا جماعه شفتها ريد يورين، هو تلاقي برضه عندهم بداوا يقلدوا اللي ريفامبيسين. حتى سويسري واقف بيشرح الحته دي طبعا سويسري. ايه اللي هو بس يعني على فكره الفامبيسين بس هو سيف في الايه؟ ريفامبيسين يستخدم في الرينا الفلي. معايا ولا مش معايا؟ يبقى ريفامبيسين يستخدم في الرينا الفلي. ايه اللي ما بيستخدمش في الرينا الفلي؟ حد يقول بقى. ستريبتومايسين طبعا. لا ما خد بالك انت مش هتدي ريفامبيسين بس. بس احسنهم لازم يبقى فيهم ريفامبيسين. ابعد عن مين بقى؟ ستريبتومايسين والبايريزرامايت. لان بايريزرامايت 2 حصى جود وحصاوي وكده. فابعد عن البايريزرامايت. تعالى بقى يبقى تاني يا جماعه احنا بنقول ايه؟ انت توبركلوز رامز عايزين نحفظهم كالكوتاب. ان سبيشال سيتويشن سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. بص بقى يا جماعه يقوم يرفع نظارته في الشفوي. انت عارف ان ممكن لجنه شفوي تبقى في الانتي توبركلوز رامز بس. يقوم قايل لك ايه بقى؟ يقوم قايل لك طب يا ابني هو انا ينفع ادي كورتيزون واحد عنده تي بي؟ تقول له يا دكتور انت بتبقى مجنون. ليه مجنون؟ لان الكورتيزون بيقلل ايه؟ ده انت بتلاقي تي بي بيضحك جوه. يقول لك والله انا موتين العيان بالدكتور بقى. صح ولا غلط؟ يقول لك بس هو امتى؟ ايه عشان كده شوف شوف يا جماعه شوف انا كاتبه ازاي. والله العنوان ده عاجبني قوي ونفسي تكتبوه كده في الامتحان. مش تقول له indications of cortisone in a case of TB. لا
اكتب له بس تي بي اند كورتيزون. خليك بقى اللي هو وانت بتكتب كده الراجل ايه يا جماعه تي بي اند والله اللي هو فعلا تي بي اند كورتيزون. وانت عارف حتى لو ما جاوبتش تشويق عيون باصص للبتاع كده والله سي فول مره كلامك محتاج فول مره تي بي اند يعني امتى تدي كورتيزون؟ ويا سلام بقى في الشفوي يقول لك هو الريجمن بتاع تي بي يقول له دكتور في اول 9 شهور بياخد دوايين انما في اول شهرين بنزود على الدوايين دوايين. يقول لك امتى تدي كورتيزون؟ قول له حاجه فوق وحاجه تحت وفي النص حاجتين. يقول لك طب هو قول له حاجه فوق وحاجه تحت وفي النص حاجتين لازم هو العافيه هتحكم والله. يقول لك وانا كمان يا ابني هديك درجتين قول له المهم يعني المهم يا جماعه فحاجه فوق وحاجه تحت وفي النص ايه يا جماعه؟ حاجتين. حاجه فوق منجايتس في الدماغ منجايتس هنا بقى الطب مكسب وخساره استنى لحد ما يحصل الفايبروزس والدماغ كله يا جماعه فلازم اهو تقلل. طب وحاجه تحت لما يحصل في اليوريتر ايه؟ استريكشن ايه بتعمل فايبروزس؟ استريكشن فايبروزس فالكورتيزون هيقلل الفايبروزس. طب وايه كمان في النص لما يحصل للفادينوباسي للفنود في الرئه تلاقيها كبيره او في السيرفايكال او ايه كمان بقى في النص او بريكاردايتس او بريكاردال فيوجن لما يحصل بريكاردال فيوجن هيدي كورتيزون يقلل ديما شويه. ولما يحصل هو الكورتيزون بيعمل ايه في خلايا الدم؟ السؤال ده ام اس كيو. بص بقى يا ابني في اسئله على فكره يا جماعه في الام اس كيو بتلاقيها ثوابت في اي حته في العالم يعني لو بتحل يو اس ميديا هتلاقي الاسئله دي بتيجي لو بتحل الزماله هتلاقيها بتيجي في اي كليه بتيجي اللي هي الكورتيزون بيعمل ايه في خلايا الدم؟ السؤال ده لما بيجي في الام اس كيو على فكره بيلخبط لينا هيجي يقول لك ايه؟ كوشن يعمل اوروب زفرونج اكسبت بوليسايسيميا نيتروبينيا ليمفو مش عارف سايتو يعني فانتوا واخدين بالكم؟ فالكورتيزون كان بيعمل ايه في كرات الدم الحمراء في كرات الدم قصدي كلها عموما. طب اكتبوا الكلمة دي يا جماعة اكتبوا الكلمة دي بنسيتوبينيا طب اكتبوا بس الكلمة دي لا بنسيتوبينيا لا كورتيزون ان الكورتيزون اكتبوه والله عشان انتوا فاكرين عشان ام اس كيو ان الكورتيزون يعلي العاليين ويوطي الواطيين عادي يعني ايه العاليين؟ في خلايا الدم لما ناخد امراض الدم العاليين اللي هم الريد بلاد سيلز والنيتروفيلز فالاتنين دول يعملوا اوش والواطيين اللي هم ايه بقيه الواطيين؟ اللي هو الفيزوفيلز والليمفوسايت والايزينوفيلز مش هم دول اقل حاجه في خلايا الدم لما ناخد خلايا الدم حتى الوايت بلاد سيلز هتلاقي دول قليلين قوي يعلي العاليين اللي هم مشهورين يعني ويوطي الواطيين اللي هم الار بي سيز والنيتروفيلز والتانيين. طب والواطيين اللي هما ايه؟ ليمفوسايت ايزينوفيلز بيزوفيلز عشان كده ترى الليمفادروباسي هو بيقلل الليمفوسايت اهو خد بالك ان الكورت عشان كده بقى في الامتحان يتعب بيك في الام اس كيو ازاي بقى؟ يجي يقول لك ايه؟ في الكوشنج ايه اللي بيحصل؟ كوشنج زياده كورتيزون يبقى تلاقي ايه اللي زايد؟ مين بقى من اللي عندي ده تعرف تقول ايه؟ بوليسايسيميا نيتروفيليا طب والايزينوفيلز والبيزوفيلز والنوب بيقلل طب يقوم بقى ممكن في الام اس كيو بس انا عايز واحد ذكي قوي بقى يقول لك طب في الاديسون اديسون يعني ايه؟ كورتيزون قليل يبقى عكس كده يعني العاليين يوطوا والواطيين يعلوا انت كونكلولو ان انت تبقى عارف كونكلوجن ايه؟ تبقى عارف البق ده بس تقدر تحل بقى انت في الامتحان اسرع اداء في الاديسون بوليسايسيميا صح ولا غلط؟ غلط نيتروفيليا غلط ايزينوفيليا لا غلط ايزينوفيليا صح ايزوفيليا صح ليمفوسايتوس صح اللي هو بقى على طول طب في الكوشنج بوليسايسيميا صح طب ال صح كده طيب بص بقى هو ايه يا جماعه فالكورتيزون حاجه فوق حاجه تحت في النص حاجتين اخر عنوان بقى في اخر عنوان احنا كده خلصنا كله اصلا العناوين كده خلص لسه ليه؟ انفستيجيشن ما احنا قلنا تريتمنت الانفستيجيشنز نقولهم نخلص عشان بكره يبقى احنا قلنا المقدمه والتريتمنت لسه الانفستيجيشن طب الانفستيجيشنز نخلص منها وخلاص احنا خلصنا. بص يا ابني انا عايز اقولها ليه؟ عشان هي جمله وكلمه خليكم معايا جمله وكلمه يعني ايه جمله وكلمه لما لقيناها اصلا يعني فاكرين فلسطين فاكرين يا جماعه انتوا بتنسوا فلسطين بوسابيلتي وكلين تيست وايه كمان وجمله ايوه الجمله ايه بقى الجمله دي تبدا بيها كلينيكال لو انا بتبدا بيها كده في الامتحان بص يا جماعه والله تصدق بالله ممكن الراجل اصلا اللي بيتعاقب في الامتحان كده اشوفه كاتب الجمله دي والله يديك في المره حتى مش كاتب اي حاجه تحتيه ايه الجمله اللي هتقولها تفحم الراجل؟ انا كنت بتاع قبل كده في كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيليتي بكتيريولوجيكال سبتنس انت متخيل يعني وانت وهو بيصح اصلا هتلاقي كل الطلبه كاتبين ايه؟ وان انفستيجيشن اوف تي بي اكس راي وعندي في الكلام لو اللي هيكتبه انما انت هتقوم بدله يا جماعه كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيليتي بكتيريولوجيكال سبتنس وعلامات موسيقيه في علامات موسيقيه عندكم؟ في طب كويس اثنين كويسين مش هنعملهم والله في الامتحان كلينيكال وفي الشفا وبقى خد بالك لا مش عملت سكريبت بص بقى الحاجات دي كانت موجوده في التكست فايو المهم مهرجان فايو فين؟ عرفت ايه هو فين؟ طبعا وعملت العلامات دي برضه بالمناسبه مهرجانات وبتاع وكده
فبص بقى كلينيكال يعني ايه الكلام ده؟ ممكن في الشفا ويقول لك ايه؟ يقول لك هو تي بي بيتشخص كلينيكيا؟ لا رد عليه قول له شوف يا دكتور عايز اعرف راسك تي بي قول له كده والله ودلوقتي بقى ايه كده؟ حط ايدك على كتفه كده في طريقه في الشفا بتبقى ظريفه جدا حط ايدك على كتفه كده قول له شوف يا دكتور تي بي از كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيليتي باكتيريولوجيكال سيرتينتي هو قايل لك نعم نعم يعني عايز تقول ايه؟ قول له يا دكتور كلينيكال يعني ممكن تشخص كلينيكيا؟ يمكن بس مش مقدرش احنا نقول بعدها تي بي طب اكس ري هي غالبا بروبابيلتي لا بروبابيلتي مش غالبا لا محتمل ما حدش يقول لي طب ايه الفرق بين البوسيبيليتي وهي كده معايا اصل في ناس بقى اللي هو ايه رخم طب هو ايه الفرق هو كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيلتي بس كلينيكال بروبر اكتر من عشان كده البكتيريولوجيكال اكزامينيشن او السبيوتال اكزامينيشن اهم حاجه في التشخيص لان يا جماعه ممكن بكل بساطه اقول لك هو الاكس راي يقول لك انت عندك تي بي لا سجست انما ما يقول هو ينفع اجيب لي اكس راي كده تقوم انت بص عليه تقول ده عنده تي بي تاخد صفر انما اقول هو ممكن ايه يا جماعه بروبابيلتي انما ايه اللي ياكد بقى بكتيريولوجيكال سيرتينتي اللي هو يا اما من السبيوتال ساعات مع تلاقي ايام ما بتجيبش سبيوتال شوف بقى موجود في اليورين موجود في السي اس اف موجود في يعني موجود في كذا اورجانيزم يبقى هي دي الجملة دي طب بقيت الانفستيجيشن اكس راي طبعا اكس راي قولوا كده قولوا كده وقولوا له حاسته ايه قول له انتوا تلاحظوا ايه اعملها بيرس هو طبعا اقروا بجد ولا كده كل حاجه بتحصل طبعا الشادو ده ماشي الوقت تي بي ماشي الفوكس نفسه كله كلام كله كلام يا جماعه المهم يبقى ممكن يحصل اللي هو في الابيكال اسال سؤال لسه هو ليه التي بي بيجي في الابيكال هو مش شرط في الابيكال طبعا أنيرو. بس هو معظم ليه في الانيرو لانه بيكره الاكسجين فوق بلاط صبر قليل واكسجين كتير انت قلت عكس الكلام ده قلت انيرو هو ده على طول امالك قال لك عشان انيرو ومش عارف انيرو هو انيرو فوق هو انت حط نفسك مكان الاورجانيزم هتلاقي التهويه حلوه قوي فوق قدامه قليل يعني مش مانع هو عشان كده دايما يعشش فوق خد بالك بقى يعمل كونسوليديشن يعمل هو يعمل اي حاجه كافيتي بس خلي بالك بتوع باثولوجي زمان قالوا لكم ايه كل ازجراف تو تي بي كل كافيتي ولا تقل ابس اللي مخون صغير هو على فكره في بعض الناس يقول عادي يعني ابس وخلاص انما ايوه لان هنا مفيش ايه يا جماعه بص انما في ايه بقى كافيتي عشان كده ده الناس بتوع باثولوجي ايه المخون صغير قوي مع انا على فكره بقول لك اهو بعض كتب الادبيات بتاعها تلاقي عامل كده جدا كتبت بالمونري ابس مش في دماغهم بقى اللي ايه بقى وانه وانما وانك لازم تقول كده اللي هو الحاجات الحرفيه قوي دي بس خد بالك ممكن ينفعوا بس اللي في نقطه البار كل ده هيبان في الاكس راي يبقى عشان كده انا كاتب يا جماعه nothing or anything يعني ممكن ولا حاجه او اي حاجه مش سبيسيفيك ولا سنسيف انما ممكن تلاقي كافيتي وعشان تتميز طب انا قلت لكم الاكس راي ليه يعني الاكس راي فيها اي كلام ممكن تكتبه بس انت تتميز الكوبليه بتاع الديناصور ده مش في كوبليه عندكم بتاع الديناصور ده بقى تقول لي طب انت في الاكس راي هتكتب اي كلام طب تتميز ازاي؟ قول له ان اكوردنج تي الاكس راي انا بقسم التي بي لمايلد ومودريت وادفانسد او سيفير مايلد مودريت ادفانسد ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده اللي هو التي بي اكوردنج الاكس راي اكوردنج ليه؟ مايلد مفيش كافيتي خلاص بنخلص اهو هنخلص حالنا هنخلص حالنا فاللي هو ايه نفسي اعرف تعرفت ازاي انت قعدت وانا بشرح فاللي هو ايه كل ده وعارف الاماكن كل ده والزبون قاعد يشرح فالبرضه ده كده اللي هو عمر مش عارف يعني اللي هو حاجه طب المهم رقم واحد ايه يا جماعه؟ يقول لك ايه؟ مايلد مايلد يعني ما فيش كافيتي طب وتبقى مودريت وسيفير او ادفانسد يعني في كافيتي على حسب الكافيتي قد ايه؟ كبيره تبقى ادفانسد صغيره صغيره اقل من كام سنتي؟ حوالي 4 سنتي 2 ل 4 سنتي تيوبركليتس باكتيريولوجيكال نكمل ولا انتوا تعبتوا؟ لا تعبنا نكمل هو التوبركلين قد ايه اصلا يعني؟ ما انت خلينا نقص التوبركلين في حته مهمه اللي هو الام اس كيو كمان طب انا مش هقول التوبركلين بس اسالك سؤال ام اس كيو عشان تغلط فيه بكره نصحك لا ما از ريجارد تو توبركلين تيست ويتش از انكوركت اما تيجي تروح للانكوركت تقول انتي بيحصل انديوريشن اوف ذا سكين اكتر من
انديوريشن اوف ذا سكن اكتر من 10 اكتر من 10 انتوا عارفين الرقم لا طب انديوريشن صح ولا غلط صح ريزيما صح لا دي دي بقى بتيجي ابشن لو انت في الانسان الطبيعي يحصل عنده ريزيما يعني تاخد بقى انديوريشن بس عشان كده في الام اس كيو الواحد مش مركز في المذاكره قوي يصطاد في الحته دي ان شاء الله بيجي في اليوسي بيجي على فكره كتير قوي لا انا بقول ايه انت يعني كل الحاجات دي انا ممكن اسميها بوزيتيف تيست اكسبت فيجي يقول لك ايه بقى بيحصل في الانسان البوزيتيف تيست اللي هو اللي عنده تي بي فاهم انديوريشن اوف ذا سكن صح انما هل بيحصل اريزيما لا لا حتى لو حصل يعني لو حصل ده ما يعتبرش بوست ملهاش دعوه ايوه الانديوريشن هي دي بس البوست السؤال ده بيجي على فكره بقول لكم في اليوسي بي وبدا يجي برضه في الاسئله العاديه ما بتقول كله بينا من كله فاللي يقول لك ايه فخد بالك من الحته عشان كده بكره هقول لك انديوريشن نوت انزيما انزيما استبلها تشرب ميه لان انت ممكن انسان طبيعي وتلاقي حته احمرت كبيره هل معنى كده ان انت عندك تقلق ده ما تقدرش بوزيتيف بس بكره ان شاء الله الساعه كام؟ 12 هو افضل يبقى 2 طبعا لا لا مش ينفع والله دكتور عندها